جو طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا وافق خميس علي عبد الله، مشرف مجموعة الباحثين السودانيين. نلتقيكم اليوم الجمعة 16 أكتوبر في لقاء جديد عن مبادرة H3 Genetics مع الرائعين جدا دكتور هشام يوسف حسن ودكتور هبة بابكر ودكتور هبة عمر. دكتور هشام يوسف حسن كان معانا قبل اسبوعين تقريبا مع الاخصائي هشام يوسف حسن، اخصائي تغذيه، في حلقه جميله كانت جميله جدا على دروب النجاح وتشابه الاسماء. هو اخصائي متخصص في الوراثه البشريه، والان هو في البحرين. دكتور هبه بعدين متخصص في المنطقه التطوريه الثانيه، دكتور شيفري جينيتكس. ان شاء الله كل واحد فيهم هيعرفنا بطريقه اشمل عن نفسه وعن مجال عمله، ونبدا محاورنا ان شاء الله. المحور الاول هتكلم فيه دكتور هبه عمر عن فكره. السلام عليكم ورحمة رهيبة سامعانا، تفضلي. أيوة، شكرا يا أستاذ وافي. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، ظهر الخير، صباح الخير لكل المشاهدين في أنحاء العالم. أنا هبة الله عمر، ميديكال جينيتيست، اختصاصي في الأمراض الوراثية البشرية inherited diseases. I have a master degree في molecular medicine and cancer research من Brunel University West London، وباشلر ديجري ان ميديكال جينيتكس من برونيل يونيفرسيتي في لندن. مؤسس مشارك في H3 جينيتكس ومؤسس واونر لمنظمه سودان يونيتي. طيب، بدات المبادره اصلا بجروب كنت انا فتحته في الفيسبوك، اسمه كان جينيتيست هبه عمر، ولاحظت انه بقت تجي استشارات كثيره على علم الوراثه من الباحثين ومن الطلبة برضو في الجامعات. فحسيت أنه يعني مشيت فيه زي كم شهر، يمكن أكثر من 6 شهور، وبقت الاستشارات بتيجي كثيرة. فحسيت أنه we need more يعني professional يكونوا experience في المجال، وفي sections كثيرة في علم الوراثة، ما بس الوراثة الطبية. فاتصلت بدكتور هشام وهو مشكور، يعني طلع بفكرة نفتح صفحة نبدأ فيها، أنه نبدأ ندي الناس معلومات على علم الوراثة، وتعرفت من خلاله على الدكتورة هبة بابكر. مشكورة برضو، شاركت immediately يعني في الفكرة. كان هدف المبادرة، أو هو هدف مبادرة H3 Genetics، ترجمة علوم الوراثة البشرية للمختصين الباحثين والطلاب. والصفحة برضه هي عبارة عن غرفة تبادل معلومات مع الباحثين والأطباء والمختصين في علم الوراثة. بتلقوا عندنا في أطباء من كندا، من بلاد عربية، من إنجلترا برضه، بدوا ينزلوا فيديوهات. من أهم أهداف الصفحة برضه تمكين المجتمع بمعلومات موثوقة وسهلة الاستخدام حول الاضطرابات الوراثية الشائعة ومجالات تانية في علم الوراثة. طبعا العالم خارج السودان بدأ يحقق قفزة كبيرة في علم الوراثة، والتحدي الآن بقى في العالم خارج السودان، أنه كيفية أنه يترجم المعرفة الجينية للممارسة الطبية بطرق تفيد المرضى. إذا نتكلم على الأمراض الوراثية، ودي الحاجة اللي أنا متخصصة فيها، وإن شاء الله دكتورة هبة بابكر ودكتور هشام يتكلموا على سكشنز تاني في علم الوراثة. كيفية حدوث الأمراض الوراثية أنها بتنتج لنا بسبب خلل في المادة الوراثية الDNA. طبعاً بتراوح لنا من حجم الخلل ده في الجينات، بين خلل بسيط بحدوث لنا في قاعدة واحدة من الDNA لخلل كبير اللي هو يحصل لنا في كروموزوم كامل أو مجموعة من الكروموزومات، زي مثلاً إضافة كروموزوم كامل أو حصفة. فهم الأمراض الوراثية يمكن عند الناس أنها بتتوارث لنا من الآباء أو من الأم.
الأمهات فقط، لكن بعض منا بيكتسب لنا من العوامل البيئية، وفي بعض منا بيكتسب لنا بشكل عشوائي. أنا هتطرق لبعض الأمراض الشائعة في السودان، وإن شاء الله دكتور هشام لما يدخل معانا برضو هيتداخل أكثر في الأمراض برضو في السودان. عندنا التليف الكيسي في السودان، هو من الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا تقريبا في السودان، وبيحدث لنا بسبب حدوث طفرة في الجين المسؤول عن تنظيم حركة الملح خارج وداخل الخلايا. عندنا برضو من الأمراض الأكثر شيوعا عندنا فقر الدم المنجلي، وهو بيؤدي لنا لحدوث خلل في خلايا الدم الحمراء، تصبح لنا على شكل حرف السي، وتصبح لنا غير قادرة على حمل الأكسجين. من الأمراض الثانية برضو عندنا الشائع في السودان هو الهيموفيليا أو نصف الدم الوراثي، هو من الأمراض اللي بيحدث خلل في عوامل التخثر، بيؤدي لنا للنزيف، وده دايما بيحصل لنا طفرة في كروموزوم إكس، بما أنه بيعني لنا أنه بينتقل من الأم لأبنائها الذكور. الإناث دايما بيكونوا حاملين للطفرة، بس ما بتكون يعني ظاهرة عندهم. من الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا برضه في منطقة البحر المتوسط عندنا التوليسيميا، هو عبارة عن مرض وراثي بيأثر لنا على تصنيع الهيموغلوبين، مما بيؤدي لنا لإنتاج خلايا دم حمراء غير قادرة على حمل الأكسجين، وبيتم تعويض مرضى المصابين بالتوليسيميا بنقل الدم لهم بشكل دوري. طبعا ده بيعتمد لنا على شدة الحالة بتاعته. من أكثر برضو الحاجات الشائعة، يمكن الأمراض الوراثية الشائعة عندنا في السودان، عندنا ضمور العضلات الشوكي، وده بيحصل لنا طفرة وراثية في جين بيسمى لنا الـ SMN، وهو بينتج لنا بروتين له دور أساسي في الخلايا الأمامية للحبل الشوكي، وبتتحكم لنا في العضلات الجسم، ده بيؤدي لنا لضموره. طيب نتكلم عن الأمراض الوراثية عند الأطفال، يمكن هتظهر لنا أكثر موضوع الخلل اللي بيكون بسيط والخلل اللي بيكون كبير في الـ DNA. عندنا الأمراض الوراثية الظاهرة جدا في السودان وشائعة متلازمة داون، هي من أكثر الأمراض زي ما قلنا شيوعا حتى في العالم مش بس في السودان، وبتحصل بسبب تورس كروموسوم إضافي، يعني بدل ما يكون عندنا 46 كروموسوم بيكون عندنا 47 كروموسوم. عندنا متلازمة تورنر، وهي من الأمراض الوراثية اللي بتصيب الأناث فقط، اللي هو بتورثنا الطفل كروموسوم واحد، بدل الأنثى يكون عندها XX يكون عندها X واحد، فدي بتظهر لنا أنه حتى لما يكون عندنا كروموسوم إضافي بيحصل لنا خلل، وإذا في كروموسوم محذوف بيحصل لنا خلل. عندنا متلازمة دي جورج، ودي بتسبب لنا حذف جزء صغير من المادة الوراثية الموجودة على كروموسوم 22. فزي ما احنا قلنا قبالك انه العالم وصل لحتة بعيدة جدا من حيث تشخيص الأمراض الوراثية، من حيث حتى علاج الأمراض الوراثية. ويمكن اتكلمنا في صفحة H3 Genetics، كلمتنا دكتورة داليا على الفارماكوجينومكس، واللي هو انه بقت التريتمنت بتكون للانديفيدوالز، يعني ما بيكون كجروب او انه يكون وان علاج واحد يكون لكل الاشخاص. ان شاء الله نحن هنتكلم على تشخيص الامراض الوراثيه والعلاجات من فتره لفتره، هنتكلم عليهم بالتفصيل في صفحه H3 جينيتكس. وحأخلي دكتور هشام، شايفاه دخل الحمد لله، فتفضل دكتور هشام. طيب مرحبا، السلام عليكم. أنا هشام يوسف، متخصص في الوراثة البشرية، عندي اهتمام يعني بالوراثة البشرية والهجرات الكبرى في العالم، يعني ربط الهجرات والتاريخ بالوراثة، في نفس الوقت موضوع الأمراض الوراثية. يعني في ال5 6 سنوات اللي فاتت بديت برضه اركز في الموضوع بتاع الامراض الوراثيه بشكل اكبر. وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لهبه دكتوره هبه عمر، تقريبا قدمت، انا جيت متاخر شويه لانه كان عندنا تكنيكال بروبلمز، لكن ما شاء الله عليها غطت كل الامراض الوراثيه الموجوده في السودان واغلبها الاساسيه منها. بس كنت عايز اضيف على الامراض الوراثيه الموجوده في السودان برضه، اللي هي موجوده في العالم موجوده في السودان بشكل خاص، زي الكانسر اللي هو البريست كانسر موجود في الفيميلز اللي هو سرطان الثدي،
وفي انواع السرطانات الموجوده الثانيه برضو، اذا كان سرطان الرئه او البروستيت كانسر، سرطان البروستيت في الرجال، وبرضو في سرطان القولون ايضا منتشر جدا في الرجال، وده بيعتمد طبعا بشكل كبير على نمط الحياه نفسها. وان كان في جزء منه من اجزاء من الكانسر، يعني 10% من سرطان الثدي هو عباره عن عنده خلفيات وراثيه، لكن في تقديرنا انه كل، انا التقدير الشخصي، كل الامراض الوراثيه، كل الامراض بغض النظر انها هي وراثيه او غير وراثيه، في النهايه هي عندها خلفيه وراثيه، وبالتالي لازم نتعامل معها على الاساس ده. صح نحن عندنا امراض وراثيه يعني معروفه وعارفين الخلفيه بتاعتها انها هي بسبب الجينات او خلل كروموزومي او كده، لكن لو اخذنا مثلا الامراض المعديه زي السل الاستجابه له او القابليه للاصابه به عنده برضه خلفيه وراثيه. لو اخذنا الملاريا، هو مرض طفيلي بسبب البلازموديوم، في ناس ما بتجين ملاريا خالص، لازم نفهم ليه نحن في ناس بيجين ملاريا وفي ناس ما بتجين ملاريا، فمحتاجين نفهم الخلفيه الوراثيه للطفيل نفسه والخلفيه الوراثيه للانسان. وبالتالي اي مرض في العالم نحن ممكن نقول انه بشكل مباشر او غير مباشر عنده خلفيه وراثيه، يعني لازم نحن نتكلم في الاطار ده. وبالتالي الوراثه هي كل شيء لفهم الطب. برضو من الامراض الموجوده، هي موجوده زي ما قلت في العالم لكن برضو موجوده في السودان، اللي هي عمليه الانفيرتيليتي، اللي هي الخصوبه او انعدام الخصوبه بالنسبه للازواج، اذا كان ميل او فيميل، اذا كان رجل او مراه. ممكن طبعا يكون عندها اسباب واضحه هرمونيه او كده، لكن برضو ممكن يكون اسباب وراثيه، بمعنى انه يكون في خلل كروموزومي، في مشكله في الكروموزومات، او يكون في خلل جيني على مستوى الجينات نفسها. وبالتالي لازم نحن نعمل فحوصات وراثيه عشان نقدر نفهم المشكله شنو. يعني في حوالي تقريبا 100 جين اذا كانوا في الذكر او الانثى، في الراجل او المراه، انهم هم بيكون عندهم علاقه بانه والله يا اخي واحد منهم ما بيقدر ينجب اذا كان حصلت طفره في واحده من الجينات. وبالتالي ممكن تكون كل الحاجات هي الفسيولوجيه الطبيعيه، الفحوصات الطبيعيه، لكن الخلل ده ما بنقدر نحن نكشف عنه ما لم نعمل فحص وراثي. ايضا الاكياد المتكرر عند النساء، 50% من الاكيادات المتكرره عند النساء سببه وراثي، وبالتالي لازم نعرف السبب اللي يؤدي الى الاكياد المتكرر في بعض النساء، يعني لازم نعمل فحوصات وراثيه. في امراض منتشره في مجموعات سنيه محدده في السودان اكثر من غيرها. لو اخذنا مثال مثلا مرض الانيميا المنجليه، السيكل سيل انيميا، اكثر مجموعه سنيه موجوده في السودان فيها، او اكثر مجموعتين موجودات فيهم المرض ده، هم مجموعات الحوسه ومجموعه المسيريه. والسؤال ليه؟ المرض بتاع السيكل سيل انيميا او الانيميا المنجليه نشا قبل 200 سنه تقريبا، احنا عملنا بحوث في الموضوع ده، نشا قبل أو ظهر قبل 200 سنه في المنطقه بتاعت غرب افريقيا، وبعد كده انتقل عن طريق الهجرات الوراثي البشريه من غرب افريقيا عن طريق الساحل الافريقي، والحوسه كان لهم دور كبير جدا في انهم هم ينقلوا المرض نفسه، الطفره نفسها اللي بتسبب المرض او الطفرات، من غرب افريقيا الى داخل السودان، وتزاوجوا مع المجموعات السنيه الموجوده في السودان، وبالتالي انتقلت الطفرات التي تسبب المرض الى مجموعات موجوده داخل السودان ومن ضمنها المسيريه. وبالتالي نحن نقدر لما نحن نفهم نربط الوراثه بالاسنيات، بنقدر نفهم ليه الظواهر الطبيعيه بتحصل، ليه نحن عندنا مجموعات اكثر عرضه للاصابه بمرض مقارنة بمجموعات موجودة معها في نفس المجموعة في نفس الدائرة الجغرافية أو بيتكلموا نفس اللغة وهكذا. فالوراثة يعني بتورينا أشياء كثيرة جدا، تفسر لنا ظواهر كثيرة جدا إذا كان في الطب أو في غيره، حتى فهم التاريخ وهكذا. دي بفكرة عامة عن يعني بعض الأمراض الموجودة في السودان ونحن كيف بنتعامل معها ومحاولة فهمها. وإن شاء الله يعني لقدام برضو ممكن نفصل أكثر في موضوع الأمراض الوراثية ونتوسع في نقاش مستفيض، وأيضاً نحن بنعمل إنه يكون في نوع من النقاش من الناس المستمعين عشان نسري الحلقة بشكل أفضل.
وأدي الفرصة لوفي عشان يقدم شخص آخر. شكرا جزيلا دكتور هبه عمر ودكتور هشام يوسف حسن. نمشي للفقره اللي بعدها اللي هو عن التنوع الوراثي البشري في السودان وشرق افريقيا. قدموا دكتور هبه بابكر مع دكتور هشام. تفضلي دكتور هبه بابكر. السلام عليكم جميعا ومساء الخير عليكم وين ما كنتوا. يعني صراحه بشكر استاذ وفي وبشكر مجموعه الباحثين السودانيين على الفرصه دي في انه احنا نقدر نوصل الفكره بتاعت المبادره، وكمان نقدر ندي فكره مبسطه عن المشاريع اللي احنا بنحاول نجمع لها اكبر قدر من المعلومات ونربط الباحثين من داخل السودان وخارج السودان على انهم يكونوا كلهم مجموعه مترابطه تنقل الابحاث او اهميه الابحاث في مجالات متعدده عندها علاقه بالوراثه البشريه. أنا هبة محمد علي بابكر، خريجة بكالوريوس جامعة الإمارات العربية المتحدة، درست مولكيولر بيولوجي، حصلت على ماجستير في العلوم أو في الأحياء كمان من جامعة أوبسالا في السويد، وبعد كده حصلت على دكتوراه من معهد ماكس بلانك في ألمانيا لدراسة التطور البيولوجي. أنا حقيقة مهتمة كثير بالتنوع الجيني أو التنوع الوراثي داخل السودان وعموما داخل أفريقيا كلها. يعني ما ممكن أشتغل يعني أو المجال اللي أنا بحب أشتغل فيه صراحة كله مرتبط بأفريقيا دائما، يعني أو دي الحتة اللي أنا مركز عليها كتير. عايزة أشارك معاكم بعض السلايدز لأنه أعتقد شوية حتوصل لكم فكرة أفضل وهتديكم لمحة برضو عن النقاط اللي أنا هتكلم عنها. طيب أعتقد قبل ما نتكلم عن الأمراض ونتكلم عن التنوع الجيني وعن كل الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية، لازم كمان نركز مع التاريخ ونركز مع الهجرات البشرية اللي حصلت في أفريقيا. طبعا كلنا عارفين المعلومة دي إنه أفريقيا هي مهد البشرية، أفريقيا هي وجد فيها الإنسان، ومن أفريقيا قام الإنسان بعمل هجرات لخارج أفريقيا. طبعاً أكيد كان في هجرات داخل أفريقيا برضو، لكن اللي كان مهم جداً إنه الإنسان من داخل أفريقيا طلع لخارج أفريقيا، وزي ما شايفين هنا في الخريطة دي بتوضح إنه السهم الكبير بالأخضر دي بيورينا إنه الهجرات من داخل أفريقيا لخارج أفريقيا تمت بين السنوات يعني 55 ل 65 ألف سنة من الآن. يعني فده طبعا يعني تاريخ قديم جدا او سنوات الاف السنوات اللي هي الانسان منها طلع لاوروبا لشرق وغرب اسيا كمان لغايه ما وصلت الهجرات دي للامريكتين. طيب المهم هنا انه لو ملاحظين انه في السهم ده هنشوف انه السودان بيشكل جزء من البؤره دي اللي هي بؤره خارج افريقيا. السودان موقع الجغرافي بتاعه موقع صراحه استراتيجي للدراسات الوراثيه البشريه، وبيمثل محور مهم جدا صراحه في اي دراسه تتعمل سواء كانت طبيه او بشريه او متعلقه بالهجرات او كده. فيعني من حسن حظنا انه احنا بنمثل جزء من التاريخ ده، والحاجه دي مهمه جدا حتى لينا في فهمنا العادي في تنوعنا في ثقافات، تنوع الثقافات، تنوع اللغات، التنوع الجيني، تنوع الامراض زي ما ذكر دكتور هشام قبل شويه انه في مجموعات عندها امراض محدده وفي مجموعات تكون قريبه للمجموعات دي بس بتحمل جينات مختلفه قد تكون سليمه ما او بتتعرض لامراض اخرى كمان. فدي كلها نقاط مهمة لازم نركز عليها، وصراحة ده هو الأساس بتاع فهم التنوع أو الوراثة الطبية. لو فهمنا التاريخ الجيني لكل المجموعات الموجودة في منطقة محددة بنقدر بسهولة ندخل عليه إنه نفهم التنوع أو تنوع الأمراض في المجموعات دي. المهم أيضا برضو في أفريقيا أو السودان اللي هو بيمثل جزء من أفريقيا إنه في تنوع لغوي كبير جدا. أفريقيا بتمتاز بإنه فيها أربع مجموعات لغوية كبيرة، هي المجموعات الأفرو آسيوية ومجموعات الكردفانية ومجموعة النايلو صحراوية ومجموعات الكويسان اللي هي بتمثل أو بتتواجد تقريبا في جنوب أفريقيا. في الهجرات برضو أدت لوجود مجموعات تانية زي ما شايفين بالأصفر هنا، مجموعات اللي هي اللغات الأوروبية زي اللغات الإنجليزية والهولندية
وغيره يعني، وهجرات بس برضو. لو سمحت يا حبة، نعم لو عملتي سلايد شو بلاي عشان تظهر بشكل أكبر. أيوه اها طيب، اتمنى تكونوا شايفينها كده. يس ممتازة. طيب تمام، ما حقدر احرك الكيرسر لكن شكله على العموم انا ممكن ادل لكم بالالوان يعني. لو شايفين السودان، لو اخذنا كده السودان هنا ما واضح، لكن احنا ممكن نقول انه السودان فيهم مجموعات الافرو اسيويه اللي هي باللون الاحمر، بتمثل جزء كبير من اللغات اللي في شمال وشرق السودان. مجموعات الكردفانيه اللي هي باللون الاخضر. لو شايفين في السودان بنلقى غالبا كده في منطقه الغرب الجنوب اللي هي منطقه جبال النوبه تحديدا يعني، دي اكثر منطقه هي موجوده فيها المجموعات اللغويه دي. تاني بنجد مجموعات النيل الصحراويه اللي هي دي المجموعات النيليه في جنوب السودان، زي الشلوك والدينكا والنوير والباري وغيرها، ومجموعات الثانيه كمان في شمال السودان اللي هي مجموعات الحلفاويين والنوبيين، ده كلهم بيتكلموا لغات نيل صحراويه. دي الثلاثه لغات الاساسيه الموجوده في السودان. والرابع اللي هي مجموعه اللغات الكردفانيه موجوده في جبال النوبه. جبال النوبه الميزه اللي فيها انها بتحتوي على نوعين من اللغات او مجموعتين من اللغات، اللغات الكردفانيه والنيل الصحراويه، فبنلقى مزيج من المجموعتين ديل. والحاجه دي صراحه مهمه جدا لانه الاصول بتاعت اللغات الكردفانيه، الابحاث في مجال اللغويات بيحاولوا لسه يفهموا اصل اللغه دي بدا من وين. فجبال النوبه واحده من المناطق يعني المهمه جدا لانه هم بيعتبروها قد تكون هي الاصل بتاع المجموعه اللغويه دي. والحاجه دي طبعا عايزه لسه ابحاث كثيره وغير لغويه، عايزه ابحاث جينيه كمان برضو لانه المنطقه تمثل يعني تنوع لغوي مهم جدا. طيب الحاجه المهمه الثانيه برضو اللي بيمتاز بها السودان وافريقيا عموما كمان هو تنوع النشاطات البشريه في سبل العيش. بنلقى في موضوع الزراعه الفارمينج، وبنلقى الهيردينج كمان اللي هو الرعي بالحيوانات او القطيع مثلا زي الابقار او الجمال او الحيوانات الاخرى، وبنلقى كمان الفيشنج اللي هو الثروه السمكيه كمان يعني، بتمثل برضو دور في بعض المناطق المطله على البحار وعلى على الانهار يعني. دي برضو بتادي لانه شنو التنوع ياثر الاول القيمه الغذائيه اللي بيحصل على الانسان تاثر برضو على التكيف البيئي وعلى الامراض اللي ممكن يصاب بها او يكون عنده لها وقايه او حمايه. طيب مهم تاني برضو انه انا في ابحاثي دائما بحاول اقنع يعني الحضور دائما بانه احنا لازم نطلع من فكره انه احنا نركز على المجموعات خارج افريقيا، لانه الابحاث حاليا سواء كانت طبيه او وراثه بشريه او غيره كلها مركزه على مجموعات اوروبيه او مجموعات في غرب او شرق اسيا او غيره، يمكن بسبب وجود يعني ابحاث مدعومه ماديا، وجود المسهلات ريسيرش فاسيلتيز، وجود اللابات وغيره. نحن في افريقيا يمكن في السودان خصوصا بنفتقر لنقاط مهمه كثير بتؤدي لتاهيل الابحاث، فدي نقطه مهمه جدا انا دائما بحاول اركز عليها. وحتى يعني حتى الباحثين اللي بيشاهدونا الان لسه مبتدئين وغيره لازم يفكروا في الحته دي يعني، اي زول مفكر انه يشتغل والله يفكر في منطقته او يفكر في السودان، يفكر في الريجون حقه يعني، مش يفكر انه يطلع برا خالص، لانه النقاط دي هي البدايه بتاعت انه احنا نفهم التنوع داخل افريقيا وخارج افريقيا كمان. فانا هنا بدي مثال لبعض المناطق اللي انا شغاله فيها او يعني اشتغلت فيها ولسه الشغل ما انتهى. طبعا الشغل ما عنده نهايه لانه كل ما يكون عندك داتا بتحتاج تعمل داتا جديده عشان تحاول تجاوب اسئله جديده متعلقه بمواضيع متعدده يعني. فانا اشتغلت في السودان واشتغلت في يعني عينات من جنوب السودان، اشتغلت في جزر القمر كمان، وحاليا في مالي وفي بوركينا فاسو، لانه غرب افريقيا بالنسبه لي برضو يعني منطقه مهمه جدا لانه احنا نفهم التنوع الجيني داخل السودان. طيب بصوره مبسطه عايزه اوضح انه ليه افريقيا مهمه. افريقيا فيها تنوع جيني عالي جدا زي ما قلنا هي المهد بتاع البشريه. افريقيا طبعا زي ما شايفين في الفقره اللي فوق اللي هي A في الدائره دي فيها الوان متعدده، الالوان دي بتورينا التنوع الجيني داخل افريقيا لانه هنا البدايه بتاعت البشريه. طيب التنوع الجيني ده لما الانسان بدا يهاجر خارج افريقيا الجينات طبعا بتطلع خارج افريقيا، فكل مجموعه سكانيه بتمشي لمنطقه محدده وتحاول تتوسع فيها او تتزاوج وتتكاثر فيها، بعض الاليلات بيحصل لها تناقص او بتختفي في بعض الاحيان. لو شايفين في بعض الالوان هي واضحه عندكم حصل لها اختفت يعني او اتلغت من المكون الجيني بتاع المجموعات دي.
فنلاحظ إنه كل ما نطلع برا أفريقيا أو كل ما نبعد مسافة أكبر من أفريقيا التنوع الجيني بيقل تماما، لغاية ما نشوف إنه في الأمريكتين بيكون تقريبا يعني ضعيف جدا التنوع الجيني مقارنة بأفريقيا، وجود عدد كبير جدا من الجينات المختلفة يعني بين مجموعات سكانية مختلفة أو حتى بين الأشخاص داخل المجموعة الواحدة. يعني في بي هنا بنلاحظ يعني هو صورة بس بتعكس بصورة علمية أكثر، طبعا الفوق ده كرتون، لكن التحت دي نتيجة من بيانات اتجمعت لمجموعات سكانية مختلفة من كل حال العالم، بتمثل الدوائر الفوق اللي هي مجموعات سكانية من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا، من آسيا كمان. فبنجد هنا في أقصى الشمال اللي هي دي المجموعات من داخل أفريقيا، لو لاحظت إنه في ألوان متعددة هنا فعلا، إنه التركيبة الجينية ما متماثلة تماما زي المجموعات، كل ما نمشي يمين أو كل ما نبعد من أفريقيا بنلقى فيه تماثل كبير بين المجموعات السكانية المختلفة. فبس دي بصورة مبسطة توري إنه أفريقيا فيها تنوع جيني كبير جدا، والسودان يعني يمثل جزء من هذا التنوع، يعني لا يمكن إنه نجزئ السودان بأنه خارج عن نطاق هذا التنوع. فنديكم فكرة بسيطة برضو عن دراسة كان عملناها قبل كم سنة داخل السودان. في الدراسة دي احنا قمنا بجمع عدد كبير جدا من العينات لمجموعات سكانية متعددة من شمال شرق غرب وجنوب السودان قبل الانفصال طبعا. فهنا الألوان بتوضح التنوع اللغوي، لو لاحظتوا على 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 طول النيل بنلقى مجموعات في شمال السودان اللي هي الحلفاوين والمحس والضناغلة، وفي جنوب السودان الدينكا والشلوك والنوير والباري كلهم بينتموا للغة النيل صحراوية اللي هو اللون الأحمر، هنا مثلينه باللون الأحمر. نجي هنا بقى للمجموعات السكانية في شرق السودان اللي هم الهدندة والبني عامر والجعليين والهوسة والبطاحين، وفي وسط السودان كمان الأقباط، وكمان في الشمال شوية الشايقية، ديل بيمثلوا اللغة الأفرو آسيوية. طبعا ديل يمكن تكون دي الحالة هسه اللي بتكلموا بها حتى ناس شمال السودان، لأن اللغات النوبية تقريبا بدأت تندثر أو بدأت الناس ما تستخدمها أو تتكلم بها. اللغة العربية طغت طغت في داخل المجموعات دي. لو جينا في غرب السودان كمان هنلقى إنه مثال عندنا هنا الزغاوة والجيمر، مجموعتين بيتكلموا لغات نيل صحراوية كمان. في حنون المسيرية بيتكلموا لغة عربية. الحاجة دي يعني بتسهل علينا إنه إحنا نفهم علاقة التنوع الجيني بالتنوع اللغوي شنو، ودي واحدة من الحاجات اللي أنا مهتمة بها جدا هسي، إنه نساعد الباحثين في اللغات والثقافات، أي شخص عنده يعني انترست إنه يفهم تنوع علاقة اللغة بالجينات شنو، إنه إحنا نعمل تحليل جيني ونحاول نربط، يعني نحاول نقدم أسئلة ونشوف إجابات لها. فلو لاحظتوا هنا التنوع اللغوي بيورينا على طول النيل يعني ما أثر كثير في إنه المجموعات النيلية في شمال السودان وجنوب السودان تكون جينيا قريبة جدا لبعض. هنا في أقصى اليمين في الهيت ماب دي بتورينا إنه الكوتس هم جينيا أبعد مجموعة جينيا من كل المجموعات السكانية الموجودة في السودان. طبعا ده ممكن يعني نرجع للتاريخ شوية ونشوف إنه الهجرات الأقباط جات من شمال أو من جنوب، من شمال السودان أقصد يعني من مصر تقريبا جات للسودان، فهي مجموعة ما اختلطت كثير بالأفريكان كومبوننت الموجودة في السودان أو الموجودة في المنطقة المحيطة، واستقرت في السودان وفضلت لفترة طويلة منعزلة، يعني ما بيتم تزاوج بين الأقباط والمجموعات السكانية الأخرى، يؤدي لتمازج جدي للتشابه بين مجموعة الأقباط والمجموعات الثانية. فهنلاحظ برضو إنه مجموعات النيل الصحراوية الموجودة في جنوب السودان قريبة لبعض جدا جينيا، طبعا ده بسبب القرب الجغرافي كمان. وبنلقى برضو انه مجموعات في غرب السودان زي الزغاوة والجمر قريبين برضو لبعض وقريبين للمجموعات النيليه نفس بنفس الطريقه، يعني ما في بعد جيني كبير. فالدراسه دي كانت صراحه بدايه يعني مهمه جدا لانه احنا نفهم التنوع الجيني واللغوي والثقافي في السودان، والحاجه دي عندها ابعاد ثانيه يعني غير الدراسات الجينيه بس، يعني الحاجه دي عندها أبعاد تاريخية كمان، إنه المجموعات النيلية مثلا على سبيل المثال فضلت لفترة طويلة جدا من الزمن منعزلة، وهي بتشبه لحد كبير المجموعات السكانية اللي كانت موجودة في منطقة شرق إفريقيا قبل 4 أو 5 ألف سنة، لأنه كان عملنا مقارنة بعينات أحفورية قديمة تلقت في شرق إفريقيا، ولقينا إنه المجموعات النيلية قريبة لا جدا.
فده بيورينا انه المجموعات دي ما تاثرت كثير بالهجرات الخارجيه، وفضلت متماسكه جينيا ومنعزله من ناحيه بتاعه تزاوج او اندماج بصوره من نواحي بتاعه لغه او جينات او غيره. فأحب أوضح هنا برضو نقطة مهمة، إنه بالرغم إنه السودان متنوع لغويا يعني مقارنة بمناطق تانية كثيرة، وأحب أذكر هنا برضو إنه السودان مع جنوب السودان يعني بنلقى عدد بتاع أكثر من 130 لغة حية. يعني باللغة حية هنا إنه في مجموعات إثنية أصيلة في السودان بتتكلم لغة مختلفة عن اللغة العربية اللي إحنا اللي هو العامة بيعرفوها، أو إحنا كسودانيين بنقول إحنا بنتكلم عربي، لكن اللغة العربية هي بتمثل الجانب اللي هو الوسطي، لكن في مجموعات سكانية تانية بتتكلم لغات أصيلة. وأتمنى إنه الناس تحافظ على اللغات دي، ونحاول نشجع إنه اللغات دي تفضل زي ما هي، وندعمها بإنه إحنا نحاول نوثقها، نحاول نشجع الأجيال الجاية إنها تتكلم لغات الأصيلة، لأنه فقدان اللغات بيؤدي لفقدان الهوية فيما بعد، لأنه الهوية بتتشكل بالجينات، باللغات، بالثقافة، بكثير من يعني نقاط متعددة. فهنا لو لاحظنا انه بنلقى انه الجغرافيا شكلت دور كبير، يعني التشابه اللغوي بين المجموعات في شمال السودان وشرق السودان مختلف عن التنوع الجيني للمجموعات في غرب وجنوب السودان، وده نتيجه انه الجغرافيا لعبت دور كبير. لو لاحظوا الشمال وشرق السودان هم موجودين على الساحل البحر الاحمر، او تاثروا بساحل البحر الاحمر اللي هو كان ممر لهجرات داخل، يعني للداخل وللخارج كمان. فهذه نقطة مهمة جدا، النقطة دي أدت لتغيير التركيبة الجينية في المناطق دي عكس ما هو موجود في غرب وجنوب السودان. طيب الهجرات دي أنا عايز أوضح هنا بس بالفكر ده إنه في هجرات كانت من 1000 سنة ومن 15000 سنة كمان برضو، جات من خارج أفريقيا، راجعة لأفريقيا تاني، غير الهجرة اللي تكلمنا عنها هي قبل 65000 سنة خارج أفريقيا اللي هي قام بها الإنسان عشان يتوسع في المناطق السكنية، أو اكتشاف موارد غذائية جديدة، أو اكتشاف مراعي أو غيره. بنلقى إنه الهجرات العكسية برضو كان لها دور كبير جدا في تشكيل التركيبة دي. وحقيقة لسه أفريقيا فيها مناطق كثيرة لسه عايزة دراسة وعايزة توسع في إنه إحنا نفهم التنوع الجيني هنا في المنطقة دي، عشان برضو نربطها بالأمراض اللي ذكرت الدكتور هبة والدكتور هشام كمان، ونتوسع أكثر في إنه إحنا نعرف الأسباب بتاعت الأمراض دي. زي ما ذكر الدكتور هشام إنه أي مرض بيصيب الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر عنده علاقة بالتركيبة الجينية بتاعت الإنسان. فلو ما فهمنا التركيبة الجينية لكل المجموعات السكانية حتكون في صعوبة إنه إحنا نصل بسهولة للمشاكل المرضية وغيره. طيب عايز أوضح حاجة برضو مهمة جدا، إنه في مجموعة من الأمراض هو السودان برضو موجودة فيه مثلا، اللي هي زي أو مشاكل صحية زي مشكلة تحمل اللاكتوز، الواحد يقدر يشرب الحليب أو اللبن من غير ما يكون عنده أي مشاكل في المعدة أو غيره. الجينات دي صراحة مرتبطة جدا بالبيئة بتاعت الإنسان، إنه الإنسان ده هل كان أو الأجيال السابقة للإنسان ده أو للشخص ده كانوا يعني معتمدين في الغذاء بتاعهم على يعني مواد غذائية بتحتوي على الحليب ولا لا. طبعا الحاجة دي لها أثر كبير في الأجيال اللي بتجي بعد كده، إنه هم بيقدروا يتحملوا الحليب ولا لا. في جين مسؤول عن المشكلة الصحية دي، وكل ما عملنا أبحاث حنفهم أكثر إنه المجموعات اللي هي بتتعايش مع الحيوانات وبتشرب الحليب بتاعها أو بتستخدم المواد الغذائية اللي بيتم إنتاجها من الحليب بتاع الأبقار أو الأغنام أو غيره بتأثر كثير في إنه يكون عندنا مشاكل صحية ولا لا. الحاجة الثانية برضو واحدة من يعني مش المشاكل، الأمور المهمة جدا هي لون الجلد. لون الجلد هو خاصية جينية، لأنه خاصية جينية وتكيف بيئي كمان نفس الحاجة. إحنا في أفريقيا مثلا الشمس بتشرق يعني تقريبا في معظم أيام السنة، فده بيعني إنه إحنا محتاجين لصبغة الميلانين عشان نحمي جسمنا من الأشعة فوق البنفسجية. دي حاجة طبيعية، يعني ده تكيف بيئي طبيعي، في جينات مرتبطة بالتنوع ده. طيب إحنا مفترض إحنا نتقبل الفكرة دي، لازم نقتنع بإنه الحاجة دي جينية، الحاجة دي إحنا يعني صحيا إحنا محتاجين لها. غير كده دي حتكون مشكلة تانية. أنا لما أكون عايشة تحت الشمس طول 365 يوم في السنة، أنا بالتالي بعرض بشرتي لكانسر، بعرض بشرتي لأمراض تانية، يعني بيكون في مشاكل معقدة أكتر. فالحتة دي مهمة جدا في إنه إحنا نفهم إنه التنوع بتاعنا والتكيف البيئي بتاعنا ده هو المناسب للمكان اللي إحنا موجودين فيه. فبرضو حاجة تانية مهمة، موضوع الملاريا برضو في السودان أو موضوع الكوليرا بشكل هاجس كبير يمكن، ويعني نسبة بتاعت أمراض عالية جدا ووفيات كمان في السودان. الحاجة دي مرتبطة برضو بالجينات، زي ما ذكر دكتور هشام قبل إنه الأنيميا المنجلية
ليها دور برضو في انه الشخص يصاب بالملاريا او ما يصاب. برضو دي نقاط مهمه برضو مفترض نفكر فيها، انه في مجموعات سكانيه يجب دراستها، فهم الاسباب المسببه للامراض او الاسباب اللي بتؤدي لانه الاشخاص دي يكون عندهم حمايه من الامراض. فدي كلها نقاط مهمه ما حنقدر نصل لاجوبه ليها الا بانه احنا نعمل دراسات جينيه ونتوسع ونحاول نفهم كل منطقه وكل تكيف بيئي سببه ونتائجه كمان. فلغايه ان انا يعني اكون كده استوفيت، ان شاء الله قدمت لكم حاجه بسيطه او مبسطه توصل لكم المعلومه. ودي واحده من الحاجات اللي احنا ان شاء الله حنركز عليها في المبادره، ان احنا كل فتره ننشر معلومات جديده، نحاول يعني نرشد الباحثين للطريقه الصحيح، لانهم يتناولوا زي الابحاث دي، زي القضايا، زي الامراض المختلفه، اي حاجه هم حابين يكونوا يعني عايزين يتقدموا فيها او كده ان شاء الله. فليك يا وفي. شكرا جزيلا دكتور هبه بكر ودكتور هشام على السرد الجميل والوافي على التنوع البشري في السودان وشرفيه بصوره عامه والهجرات البشريه. نرجع لك دكتور هبه بابكر. نعم، تتكلم لنا عن استخدام تقنيات الحمض النووي في المباحث او في الاجراءات بتاعت البحث الجنائي. طيب شكرا لك. حقيقه يعني الشغل الجيني او شغل الدي ان اي اصبح يعني داخل اي مجال، يعني معظم المجالات اللي بتعتمد على يعني صحة الإنسان، كشف الجريمة، معظم المجالات المختلفة دي بقت تعتمد على الدي ان اي، والدي ان اي هو يعتبر بينة قاطعة يعني، لأنه زي ما قال الدكتور هبه قبل، الدي ان اي بيتورث من الأب والأم بنسبة 50-50%. طيب احنا في العمل الجنائي بنحتاج جدا لأنه نفهم مثلا في بعض الحالات عندنا جرائم بتاعت قتل، عندنا جرائم بتاعت اغتصاب، جرائم أو إثبات أبوة في بعض الأحيان، إنه في شخص أو يعني امرأة مثلا تدعي إنه والله شخص معين والد طفل هي أنجبته مثلا، خارج إطار الزوجية طبعا الكلام إحنا بنتكلم، لأنه داخل إطار الزوجية ده بيخضع لقوانين متعلقة بالدين وغيره، ما أعتقد وقت هنا عشان أناقشها، لكن دي واحدة من النقاط المهمة جدا إنه إثبات الأبوة بيتم بسهولة جدا، لأنه أي شخص بيتورث 50% من الأم 50% من الأب، فبالتالي أي شخص مدعى عليه واتخذت منه عينة حيتم فحصها، فحنقدر نعرف إنه الطفل ده 50% من الشخص ده أو لا، فبنقدر ننفي بسهولة يعني، وبنقدر نحدد إنه الشخص ده والد الطفل أو لا. دي واحدة من القضايا، أمثلة للقضايا. القضايا الثانية مثلا قضايا الاغتصاب، أي شخص تعرض لاغتصاب سواء كان طفل أو طفلة أو زول كبير أو غيره، بأخذ عينات مثلا من مكان الحادث، بنقدر برضو نفحص الدي ان اي الموجود في مكان الحادث، وعندنا عدد من المتهمين بنقدر بصوره مباشره يعني ننسب الدي ان اي ده لشخص محدد من المتهمين، لانه الدي ان اي بينه قاطعه يعني. الحاجه الثانيه جرائم الكوارث، مش جرائم الكوارث الطبيعيه، جرائم القتل برضو، اي شخص بيخلف مواد داخل مسرح الحادث بنقدر بسهوله برضو نجمع العينات دي ونحللها ونصل لانه الشخص ده يعني هو اللي ارتكب الجريمه ولا لا. فالدي ان اي صراحه استخدامه يعني اصبح مهم جدا، واصبح يعني هو المفتاح بتاع انه احنا مش نكشف الجريمه بس، اعتقد ده فيه نوع من التخويف كمان، لانه لما متهمين او الاشخاص المقبلين على ارتكاب جرائم يكتشفوا انه والله في بينه قاطعه وفي دلائل يعني بتؤدي بهم طوال للسجون او للاعدام او غيره، بيكون في نوع من التخويف او الترهيب، ودي نقطه مهمه جدا اعتقد في السودان، يعني لازم يتم التركيز على الحته دي، فانه مثلا زي الجرائم الكبيره يتم النشر عنها ويوري انه والله الدي ان اي تم يعني قام بالكشف عن كده. فصراحه يعني المعمل في السودان، اعتقد المعمل الجنائي في السودان ماشي بخطى يعني واثقه، واعتقد يعني تقنيه الدي ان اي كان لها دور كبير جدا في كشف كثير من القضايا، وكشف كثير برضه من الكوارث الطبيعيه اللي حصلت، سقوط الطائرات يعني كان في حوادث كده كبيره حصلت، كان له دور كبير جدا. اعتقد من غير تقنيه الدي ان اي كان حيكون في اخفاقات كبيره جدا في الكشف عن الجرائم دي، او الكشف او يعني تحديد هويه الاشخاص اللي كانوا بينتموا ل كانوا موجودين في مسرح حادث محدد وما معروف هويتهم او غيره، تم التوصل لهم عن طريق تقنيه الدي ان اي يعني. فتقنيه الدي ان اي لها دور كبير، واعتقد يعني ما زالت بتسهم اكثر واكثر مع التطور الحاصل برا في العالم. تقنيه الدي ان اي اصبحت يعني يمكن عندها ابعاد اكثر من التقنيات الموجوده حاليا داخل السودان، يعني متقدمة جدا، تحليل الكامل للجينوم البشري وغيره.
أنا بس لو بمداخلة، طبعا أنا كان يعني شرفت بأنه أنا كنت جزء من التيم اللي أسس المختبر الوراثي في المعامل الجنائية ده قبل سنوات، طبعا مع مجموعة فريدة من العلماء السودانيين وكده. وأنا مبسوط إنه والله يا أخي لغاية حس المعمل ماشي بخطى ثابتة ومتطور، يعني من تطور لآخر، دي حاجة جميلة ومشرفة. لكن بس برضو كنت عايز اعلق، بما انك انت خبيره بالمناسبه، هبه كانت في المباحث الجنائيه، يعني هي زولا بوليسه كانت ضابطه في المباحث الجنائيه، وبعد كده تركت البوليس ومشت مجال الاكاديميه والبحوث والدراسات الوراثيه. بس عندي تعليق في انه واحده من التشالنجز اللي بتقابل الفحص الوراثي بالنسبه للاغتصاب بالذات هو موضوع الاغتصاب الجماعي. اذا كان في اغتصاب جماعي لفتاه مثلا، وبالتالي حتختلط العينات مع بعض، اذا عندنا 5 6 متهمين، كيف بنقدر نحن نحدد المتهمين ديل باعتبار انه والله نحن عندنا مجموعه، عندنا عينات، او عندنا عينه فيها كميه من الاشخاص نفس العينه، وبالتالي كيف تقدر تثبت التهمه على الشخص او على الاشخاص ديل؟ يعني واحده من القضايا الكبيره اللي هي موضوع الاغتصابات جماعية. الحاجة الثانية، في السودان هل مسموح بإثبات الأبوة والبنوة؟ يعني هل ممكن أي شخص يمشي يتهم إن والله يدل ما أولاده، يتهم زوجته مثلا إنه والله يدل ما أولاده وهو محتاج يعمل فحص بتاع دي إن إيه؟ هل الحاجة دي متاحة في السودان لأي شخص ولا لا؟ طيب، بالنسبة للسؤال الأول، أعتقد مشكلة الاختلاط دي مشكلة هي ما في السودان بس، مشكلة في العالم كله، إنه وجود أكثر من يعني متهم أو شخص مشارك في الجريمة بيعتبر تحدي كبير صراحة للتحليل الجيني. لكن التقنيات طبعا بقت تواكب المشاكل دي، وحاليا وجود تسلسل الجينوم البشري الكامل بيسهم كثير في إنه نتوصل لأدق التفاصيل عن كل شخص، وبالتالي نحاول نوجه التهمة لشخص بعينه. أعتقد التقنيات المستخدمة لغاية قريب ده، أو حتى في السودان حاليا، إنه هم بيستخدموا عدد من المعلمات الوراثية، أو بيستخدموا تقنية الواي كروموسوم مثلاً عشان يشوفوا الشخص بالضبط منه. إذا كانوا هم مختلفين في الواي كروموسوم، قد يكونوا من نفس الأسرة، طبعاً دي مشكلة تانية، حتكون شخصين من نفس الأسرة قد يحملوا نفس الواي كروموسوم، ودي حتكون برضو تحدي كبير. فأعتقد لازم إحنا نكون يعني مواكبين للتطور في تسلسل الجينوم البشري. لو قدرنا تكون عندنا التقنية دي، أعتقد ده هي الحل الأنسب، لأنه إحنا نقدر نحدد شخص بعينه. أكيد طبعاً ما كل إحنا عارفين إنه يعني في اختلاف في الـ whole genome sequence between اي اثنين او اي شخصين، فبالتالي اعتقد ده هو الانسب طريق لانه احنا نصل للحته دي. واتمنى السودان يعني يسعى لانه يوفر التقنيه دي، لانها صراحه هي حتحل مشاكل كثيره جدا. غير الاختلاط ده حتحل مشاكل، لانه احيانا برضه في مسرح الحادث، غير الاختلاط، واحده من المشاكل العصيبه جدا هو وجود عينات بسيطه جدا، عينات ضعيفه يعني من ناحيه المكون، او مش المكون، الحجم بتاعه او الكميه بتاعته. ليش الكميه؟ الكميه لما تكون بسيطه ما بنقدر نغطي كل المعلمات الوراثيه اللي احنا بصدد دراستها، او حتى الجينوم، الهول جينوم سيكونس نفسه، التسلسل الكامل للجينوم، لو ما كانت الكميه كافيه احيانا ما بنقدر نغطيه كله. فاعتقد بس وجود التقنيه دي هيكون مهم جدا، وفي كميه من التقنيات الثانيه ممكن برضو تقرب المشوار، يعني في سيكونسينج ميثودز كثيره يعني ممكن تكون هي الحل. طيب، بالنسبه للسؤال الثاني، انا كنت برضو جزء من اللجان اللي هي اسهمت في انشاء المعمل البصمه الوراثيه في السودان. واحده من القضايا كانت مهمه جدا هي انه ادخال لجان مختصه مختلفه، كان منها لجان دينيه، لجان علميه، ولجان قانونيه وغيره. فواحده من النقاط اللي كانت مهمه جدا انه يعني ربط الدين بالمشاكل زي دي. ف يعني ادعاء الابوه او نفي الابوه لشخص محدد فيه مشكله، لانه في حديث شريف بيقول انه الابن للفراش، فاي شخص ابنه ده نتج يعني، او الابن يعني موضع النزاع هو يعني كان في خلال فتره الزوجيه دي، ما بيقدر اي شخص شنو يدعي انه والله ده ما ابن الزوج ده. فدي في السودان للأسف لا يتم العمل بها يعني نهائي. ما في شخص بيقدر يمشي يدعي ويفتح بلاغ ويقول أنا عايز أفحص، لا، ما في كلام زي ده، لأنه الكلام هنا مبني على 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 بيانات دينية. غير كده أي جريمة تانية نتج عنها طفل أو طفلة، أو يعني أو خارج إطار الزوجية،
دي بالسهل جدا ممكن الشخص يفتح بلاغ ويتفتح بلاغ وتطلع نتيجه يعني بالنفي او بالاثبات يعني بسهوله من مكان يعني. فيا ريت الناس كلها تفهم النقطه دي انه الحاجه دي لا يمكن يعني العمل بها في السودان. يمكن خارج السودان بالتاكيد ممكن الناس بتسافر بره وبتعمل كده، لكن داخل السودان لا. لكن اعتقد الزوجه من حقها انها هي تثبت الابوه اذا رفض الزوج انه هو يعترف بابنائه، يعني عن طريق المحكمه ممكن تمشي تطلب انه والله يا اخي تعمل فحص الدي ان ايه عشان تثبت انه ابنائهم من زوجها عشان تثبت الابوه. ايوه اعتقد الكلام ده كله بيرجع للمحكمه، ويعني هل المحكمه فعلا بتقدر تشارك في موضوع زي ده؟ هل هتستند على البينه الدينيه بس؟ صراحة إن لازم نسأل زول مختص في القضاء السوداني أو كده ونتأكد إنه هل مسموح بأنه الزوجة هي تسعى لإنها تثبت نسب طفلها للأب أو غيره. صراحة أنا في النقطة دي ما متأكدة، ويا ريت نسأل زول مختص يعني إلى قدام إن شاء الله. معلش يا دكتور هبة، بس دايرة أسأل، يعني إذا الزوجة مشت للمحكمة وقالت حاولت أنها تنسب الأبوة، يعني ما برجعوا لي parental test؟ يعني ما في السودان الحاجة دي، أنا يمكن شوية طلعت من السودان بدري يعني. يعني ما بيعملوا parental test في السودان؟ لا parental test لامرأة متزوجة يعني في إطار الزوجية قصدك؟ إذا هي إطار الزوجية أو خارج الزوجية، الأب جاء قال ما قال ما أولادي. لا داخل الزوج داخل إطار الزوجية ده موضوع يعني بيستند على الدين في السودان. يعني هنا يعني الابن للفراش يعني ما ممكن يعني لا. ما عندك أنا تعمل تيست؟ لا ما ممكن، لا ما ممكن. أوكي. في بعض الأحيان بيطلب بعض الفحوصات للسفارات أو للسفر عشان يثبت إنه الأولاد دي مثلا أبناء للشخص ده أو غيره. وحقيقة دي تعتبر حاجة خاصة، يعني ده شغل خاص يعتبر. المعمل الجنائي هو معمل قومي بيقوم بعمل فحوصات يعني لتحقيق العداله او للاسهام في تحقيق العداله، فبرضه الحته دي ما اعرفها هل هم بيعملوها او بتترسل برا. لكن خارج اطار الزوجيه اي اثبات بتاع ابوه او غيره جائز يعني ممكن بسهوله. اوكي تمام. سيد وفي، الو وفي معانا؟ أنا والله أنا مستمتع جدا يا دكتورة هبة أنه يعني سجال الحاصل كثيرة يمكن حصلت. السلام عليكم أستاذ وفي، رجعت الثاني شايفين. فكنت عاوز أقول يمكن في أحداث برضو أخيرة كانت حاصلة يمكن في السودان، فعلا يمكن إذا في التقنية بتاعت الهول جينوم سيكونسينج في السودان دي بتحل مشاكل كثيرة في السودان. وأنا بفتكر أنه سيكشن زي الفرنزيك مفروض يكون عنده التقنية دي، يعني الفرنزيك في كل دول العالم عنده أحدث التقنيات. بالضبط كده. نعم. لا هو صراحة والله يا أخي حسب معرفتي إنه المختبر الجنائي في السودان متطور جدا ومواكب للتطورات الحاصلة في العالم يعني، وفيه شباب رائعين يعني شغالين بجد واجتهاد في الموضوع. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. يعني. إن شاء الله. هشام شايفة في سؤال في الشات، فلو ممكن تجاوبه. أعتقد عندنا أستاذة في النهاية. أوكي. أوكي. أفضل عشان بس ما نعمل انترابشن. تمام. تفضل يا دكتورة هبة، خلصتي ولا الشغل الحمد لله؟ خلصتي؟ لكن أيوة نعم. أوكي. ألو، أنا بس كان عندي تعليق قبيل على الموضوع بتاع الهجرات البشرية في السودان وربط الوراثة، ربط الوراثة بالثقافة. أنا ما بحب إذن ربط الوراثة بالهوية، باعتبارين الهوية شيء متغير ينمو ويتطور كل يوم، وبالتالي مفهوم ربط الهويه بالوراثه بالنسبه لي يعني ما يعني ما دقيق. الافضل هو ربط الثقافه، باعتبار ان الثقافه هي التي تشكل الجينات، الجغرافيا هي التي تشكل الجينات. طيب عشان اقرب المفهوم، كيف الثقافه بتشكل الجينات، بتشكل التركيب الجيني للمجموعات البشريه؟ المجموعات البشريه عشان تتبادل الجينات بتاعتها، اوكي، يكون في بينها حاجه اسمها الانسياب الجيني، جين فلو. لازم يحصل بين التزاوج اختلاط،
الاختلاط والتزاوج ده ما بيتم بسهوله اذا ما كان في لغه مشتركه بينهم عشان هم يفهموا بعض. طبعا. وبالتالي الثقافه بشكل عام هي التي تشكل المستودعات الجينيه، هي التي تشكل الجينات، هي التي تشكل التركيب الوراثي وهكذا. وبالتالي احنا يمكن الربط ما بين الثقافه والوراثه. ومن الحاجات الموجوده عندنا متواصله جدا عندنا في السودان اللي هو النسب العربي، يعني انهم هم جايين من نسب عربي نقي بيدعوا النقاء العرقي انهم هم جايين مباشره من الجزيره العربيه. طبعا ده غلط، ما في العالم كله مجموعه اسمها نقيه عرقيه، ما في النقاء العرقي ده ما موجود اصلا، يعني المصطلح نفسه منتفي ما موجود. يعني مثلا هنا الجعليين بيفتكروا انهم هم كلهم من نسب العباس، لكن لما نحن نعمل التحليل الجيني للجعليين نلقاهم انهم هم بينتموا لتسعه مجموعات وراثيه مختلفه. يعني العالم مكون من مجموعات وراثيه، منقسم الناس البشر لمجموعات وراثيه، في افريقيا في مجموعات وراثيه، داخل افريقيا في مجموعات سب جروبس، في مجموعات داخل المجموعات الوراثيه وهكذا، وفي اسيا وفي اوروبا وهكذا. بالتالي احنا ممكن كل المجموعات الموجوده في العالم نقسمها لتحت المجموعات الوراثيه دي. الجعليين بما انهم هم بيدعوا انهم هم بينتموا مثلا الى العباس، ودي طبعا ثقافه شفهيه ما في دليل عليها، لكن لما تعمل التحليل الوراثي للجعليين تلقى منهم، عملنا تحليل وراثي للجعليين تلقى منهم هم بينتموا لتسع مجموعات وراثيه مختلفه، جايه من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من افريقيا، من اسيا وهكذا. وبالتالي بتنتفي موضوع انهم هم بينتموا لشخص واحد وهكذا. في النغارين مثلا الجعليين تسع مجموعات وراثيه، طبعا بالمناسبه الجعليين اكبر مجموعه وراثيه او مجموعه اثنيه في السودان متنوعه وراثيا، وده بيرجع طبعا لحاجتين اللي هو التمدد بتاعه، يعني عدد افراد ضخم جدا، والشيء الثاني هي بيسموها سيدنتري بوبوليشن، يعني هي مجموعه مستقره على النيل زيها وزي النوبيين، احنا النوبيين المحص الضناجل والحلفاويين زيها وزي البجا. وبالتالي المجموعات المستقرة بتكتسب جينات من المجموعات الرعوية، بحيث إن المجموعات الرعوية دائما تتحرك وتستقر بجوار تلك المجموعات المستقرة النيلية مثلا، أوكي، وتكسبها جينات، وبالتالي تتحرك المجموعات الرعوية من مكان إلى آخر، وأثناء تحرك ده بتفقد جيناتها لصالح المجموعات المستقرة. فبالتالي يكون عندنا مجموعات زراعية مستقرة زي الجعليين والنوبيين والبجا، متنوعة وراثية. يعني مثلا أديكم مثال، إنه الجعليين فيهم تسع مجموعات وراثية، البيجا فيهم ستة مجموعات وراثية، النوبيين فيهم ثمانية مجموعات وراثية. طيب نجي نقارنهم بمجموعة رعوية زي شنو مثلا؟ مجموعة رعوية زي المسيرية أو الكولاني، المسيرية فيهم ثلاثة مجموعات وراثية فقط، الفولاني فيهم ثلاثة مجموعات وراثية فقط. وبالتالي لأنهم هم يعني مجموعات تتحرك باستمرار في الرعي، وتفقد الجينات الخاصة إلى مجموعات لصالح مجموعات مستقرة. وبالتالي نحن لازم نفهم الانتماء الإثني والثقافي في الإطار ده، في إطار إنه والله التنوع الوراثي أوكي هو يتشكل عن طريق التنوع الوراثي وأيضا الموقع الجغرافي. وبالتالي الجغرافيا والثقافة تؤثر بشكل مباشر في تكويننا الوراثي، في تنوعنا الوراثي. فعشان كده المفروض الناس ما تتعامل بالانتماء العربي إنه هو امتياز، إنه والله يا أخي نحن ننتمي عربيا للجزيرة العربية، أو لا الموضوع انه والله في تنوع وراثي وتنوع ثقافي في كل المجموعات الموجوده حاليا في السودان. دي واحده من الحاجات المهمه جدا، يعني نعيد صياغه فهمنا لثقافتنا اوكي ورؤيتنا للاشياء بشكل مختلف وبشكل علمي. دي بس الحاجه اللي كنت عايز اعلق عليها بعد التقديم الضافي جدا للدكتوره هبه. شكرا جزيلا دكتوره هبه على التقديم الضافي عن التنوع بشكل عام في العالم وفي السودان، باعتبار ان السودان طبعا جزء من
شرق افريقيا، وبالمناسبه شرق افريقيا تعتبر هي مهد البشريه. يعني نوعنا البشري المسمى هومو سابينس الموجود حاليا الانسان العاقل عمره تقريبا في حدود 150 الف سنه. يعني احنا وجودنا في 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 العالم كان قبل 150 الف سنه تقريبا، اوكي، ونشا في افريقيا. هو الظهور للانسان الموجود حاليا هو نشا في افريقيا، وبعد كده امتد زي ما قالت الدكتوره هبه الى بقيه انحاء افريقيا ومنها الى العالم حوالي قبل 180 الى 65 الف سنه. وعشان كده نسميها اوت اوف افريكا. هي طبعا نظريه اوت اوف افريكا ام باك اجين، هاجر الى خارج افريقيا ثم عاد مره اخرى الى داخل افريقيا. عشان كده دائما المجموعات اللي بنلقاها في شمال السودان اكثر تنوعا من المجموعات الموجوده في الجنوب مثلا، لان هي تعرضت لهجرات مستمره وانسياب جيني مستمر من الشمال، من خارج افريقيا ومن مصر ومن عن طريق البحر الاحمر، مقارنه مثلا باهلنا في الدينكا والشلوك اللي هم النيليين. ديل يعني عندهم حاجه اسمها في اغلب المجموعات بتاعتهم السب جروبس بتاعتهم عندهم حاجه اسمها الفاوندر افكت اللي هي تاثير المؤسسين، انهم هم فعلا بيكونوا بينتموا لما نعمل التحليل الوراثي بتاعهم كل اغلبهم بيكونوا بينتموا الى شخص او شخصين بالكثير، وبالتالي التنوع بتاعهم ما كبير. وطبعا بيرجع لانه والله يا اخي طبيعه المنطقه نفسها قاسيه جدا، الامراض الموجوده، الامراض اللي بتصيب الانسان والحيوانات، عشان كده ما كان في حركه كثيره في المنطقه دي، بالاضافه الى نفس الثقافه بتاعتهم اللي هم هل هم تقبل الاخر وهكذا. وبالتالي عوامل كثيره ادت الى انه التنوع الوراثي في مناطق السودان الشماليه وشرق السودان اكثر من التنوع الوراثي الموجود في جنوب السودان الحالي هو بنسميه دولة جنوب السودان وهكذا. ده بس تعليق بسيط على الموضوع بتاع الدكتورة هبة عن التنوع الوراثي في السودان. شكرا جزيلا. معلش هشام، عندي تعليق برضو بسيط على كلامك. بالنسبة اتكلمت عن الهجرات والانسياب الجيني، واحدة من النقاط المهمة برضو المفترض نخلي لها بالنا انه المجموعات الرعوية هل هي مجموعات ماتري لوكال، يعني مجموعات الأمهات فيها لهم دور في أنه ينقلوا الجينات أو للآباء. أعتقد النقطة دي مهمة جدا في السودان برضو، سواء كان بالنسبة للجعالين أو للشايقية أو لمجموعات شرق السودان أو غيره. هل المرأة هي اللي بتهاجر وبتنقل جيناتها لمنطقة أخرى، والرجال هم اللي بيهاجروا بينقلوا جيناتهم لجينة أخرى؟ الحاجة دي برضو بتأثر كثير على التركيبات الجينية وعلى التنوع نفسه أعتقد، لأن الأم لما تتنقل احتمال بتنقل معاه لغتها كمان، تنقل معاه جزء كبير من ثقافتها، في حين انه المراه لما يهاجر الرجل بيقدم يعني نوع مختلف من نقل الثقافه ونقل اللغه وكده. احتمال الرجل مثلا يترك لغته ويحاول يتكلم لغه المنطقه اللي هو هاجر ليها. فهذه كلها نقاط اعتقد زي ما ذكرت انت انه يعني بتنفي لنا صفه العروبه النقيه او الصفه بتاعت العرق النقي اللي هي اصلا ما موجوده. قد تكون هي فكره موجوده في الأفكار بس يعني، لكن في الواقع هي ما موجودة، سواء كان من الناحية الجينية أو من كل النواحي الأخرى. يعني ما في عرق نقي في أي منطقة في العالم. أحب أكد على نقطة تاني، وعايزة أضيف برضو موضوع إنه إحنا التنوع الجيني ده يا جماعة أثر على لوننا، يعني أو يعني التكيف بتاعنا ذاته، البيئة بتاع المنطقة. الناس لازم تفهم النقطة دي، إنه والله الشمس دي إحنا عندنا لا حماية، طب إحنا ليه نضر نفسنا وما يعني ما نخلي جسمنا ده يعني يكون طبيعي زي ما هو. الحاجة داسة برضو يعني في يعني ترند عالي جدا في السودان للون البشرة، لون البشرة الفاتح هو عنده امتياز أكتر من لون البشرة الغامق. الشكل الخارجي برضو يعني أي شكل خارجي عنده علاقة بالأصل الإفريقي صراحة يعتبر ما عنده امتياز في السودان، ودي مشكلة كبيرة الناس حقه يعني تنتبه لها وتأخذها يعني بصورة حساسة، إنه أي شكل بتاع إنسان الشكل ده هو نتائج للتكيف البيئي اللي هو عايش فيه. ده نقطة مهمة جدا، سواء كان لون بشرة، طول قامة، أو يعني تفاصيل أخرى تانية كثيرة. ممكن الواحد يتكلم عنها. ما عنده علاقة بالمستوى الاجتماعي أو مستوى الذكاء، يعني دي ما عندها علاقة خالص. بالضبط كده. أكيد طبعا. والتكيف بيئي. تكيف بيئي، إذا كان شعر مجعد، إذا كان لون بشرة داكن، إذا كان أنف أفطس، ده كلها تكيف بيئي، البيئة اللي أنت عايش فيها. طبعا التكيف نفسه بياخد إذا ما مئات السنين آلاف السنين عشان يتم اكتسابه، وبالتالي تغييره صعب. طبعا تغييره صعب برضو، محتاج نفس الفكرة. يعني ما في واحد بيعتقد مثلا، ما واحد يعتقد إنه والله
هو سوداني وبنفس الملامح الافريقيه، لما نمشي مثلا كندا ويهاجر انه مثلا هو ولا اولاده حيبقوا كنديين شكليا. طبعا اكيد لا، ايوه، لانه دي تيكس تايم، طبعا تاخذ اذا ما مئات الاف السنوات عشان تتغير وهكذا يعني. أنا برضو عاوزة بس كنت أضيف هنا أنه يعني برضو الناس ما تنسى أن العوامل البيئية برضو بتعمل لنا ضغوطات جينية. وبس الحتة في بتاعت هبة قالت أنه في دكتورة هبة بتقول أنه في يعني الناس بقت في السودان بتغير في لون بشرتها وبتغير في شكل الشعر، فالعوامل البيئية ما حترجع لك اللون بتاع البشرة ثاني، حترجع لك الشعر ثاني، فأنت حتكون بطريقة مستمرة بتحاولوا بتغيروا، والعامل البيئي اللي أنت عايش فيه هو بيرجعك ثاني. ف I think أكيد. just save your money يعني. هو طبعا الحاجه المؤسفه انه الموضوع يعني تحول لبزنس، اللي هو الناس او الكومبانيز الكبيره، الشركات الكبيره عارفه نقاط ضعف الناس، وبالتالي بتعرض منتجات بتوهمك بانها هي ممكن تحولك، تحول لون جسمك، تحول لون شكلك، تحول مثلا ملمس شعرك وهكذا. وبتلقى نحن بنلقى الاف المنتجات موجوده في الانترنت ويمكن الحصول عليها بسهوله، اوكي، بتدفع فلوس كثيرة جدا عشان تحصل عليها، في النهاية المحصلة ما الصين، ممكن بالعكس كمان تسبب لك أمراض. فبالتالي الناس يعني إنك أنت تقبل نفسك كما أنت، دي حاجة، دي قيمة كبيرة جدا، دي قيمة إنسانية كبيرة جدا جدا. فما محتاج إن الشخص يغير شكله ولا يغير ملامحه ولا لونه ولا طريقة كلامه ولا هذا، يعني دي كلها مفروض تكون حاجات أنت بتتقبلها تماما من غير أي إحساس بالنقص. كان بس دائرة كنت أضيف في حتة يعني نقطة أنت قلتها جميلة جدا، أنه هي بتسبب لك أمراض. فزي ما يعني قبلك أن إحنا قلنا أنه برضو دائرة رجع، لأنه العوامل البيئية، العوامل البيئية دي بالمناسبة ما هي الشمس ولا الجو اللي أنت عايش فيه ولا اللايف ستايل، يعني زي ما حس كنا بنقول أنه برضو الكريمات الحاجات دي بالمناسبة حاجات بتسبب لك أنت أمراض، يعني حاجات ممكن تسبب لي حتى الجينات بتاعتك طفرات تاني ما تقدر ترجع حتى بالعلاجات. فالناس برضو لازم تنتبه للحتات دي، يعني أنه لما الناس تقول عوامل بيئية ما بنقصد أنه عامل بيئي الحتة اللي أنت عايش فيها كشمس، سخانة، برودة، لا، بنقصد حتى الحاجات اللي أنت ممكن تكون بتستعملها، اللايف ستايل بتاعتك، الأكل، الغذاء اللي أنت بتتغذاه. أكيد طبعا، أكيد، نعم. سيد وفي، شكرا لكم جدا على السجال الجميل. تقريبا انتم اجبتوا على معظم الاسئله، الاحتمال انا كنت عاوز اسالها وبعض الحضور عايزين يسالوها. السرد الجميل العقده بتاعت اللون، التاثيرات الثقافيه، التاثيرات بتاعت الهجرات والكلام الكثير. طبعا دي اول ممكن اجاوب عليها لما هي مستقبل H3. الو الو، ايوه تفضل، سامعنا. قلت لك نحن جاوبنا على الاسئله دي لانها طبعا زي ما بتقول انها هي موست فريكوينت، واصل يا دكتور، سامعنك، واصل. اي يعني موجوده ومنتشره بشكل كبير، عشان كده احنا بس مرينا عليها بشكل كبير. اعتقد انك انت سالت عن المشاريع المستقبليه بالنسبه للمبادره بتاعت H3Genetics. حقيقه احنا عندنا مجموعه من المشاريع شغالين عليها، ان شاء الله ترى النور قريب. اول مشروع هو يعني نعمل تعاون مع المبادرات المشابهه في الوطن العربي، يعني نتبادل الخبرات ونشتغل مع بعض ونساعد بعض وكده. عندنا اتصالات مع مجموعات او مبادرات مشابهه في الامارات وفي مصر وفي المغرب حاليا، وان شاء الله لقدام برضه توسع المبادرات ويكون في تعاون اكبر مع دول ثانيه على اساس ان احنا نتبادل الخبرات والافكار معهم. ده المشروع الاول. المشروع الثاني برضه شغالين على انه احنا ننشئ قناه على اليوتيوب، وفكره انشاء القناه على اليوتيوب ان احنا نقدم فيديوهات ترويجية قصيرة تختص بالأمراض الوراثية أو التنوع البشري، مدتها بتكون ماكسيموم ما بين يعني من 5 إلى 10 دقائق، بحيث يعني تكون سهلة الهضم بالنسبة للناس بأسلوب بسيط ويعني بيشرح نفسه.
ده المشروع الثاني. يعني اعتقد دي برضه بتضيف للتنوير الممكن يحصل عن الامراض الوراثيه في السودان او غير السودان. المشروع الثالث هو عمل محاضرات عامه في الجامعات السودانيه، بحيث ان احنا برضه نعرف الطلاب عن اهميه الوراثه بشكل عام، الوراثه البشريه وتطبيقاتها وكده، لانه في توهان شديد حاصل بالنسبه للطلاب انهم هم عايزين يتخصصوا في المجال لكن ما عارفين يبدوا من وين، وبالتالي نحن عايزين نصلهم يعني في جامعاتهم ونعمل لهم محاضرات تنويريه في الموضوع على اساس انهم هم يكونوا بالنسبه لهم الطريق واضح قدامهم، يقدروا بعد كده يتلمسوا خطام بشكل كويس واثقين من نفسهم. المشروع الرابع برضه في فكره انه نحن نعمل بعض اللقاءات في الإعلام السوداني، إذا كان تلفزيون، إذا كان إذاعة وكذا. طبعاً المشكلة إن إحنا حاسي أغلبنا برا السودان، فالموضوع ده بيحتاج إن إحنا جزء يكون، يعني إحنا لازم نعمل فريق داخل السودان ينتمي للمبادرة على أساس إنه يكون التواصل مع الإعلام السوداني يكون سهل، بالإضافة لإنه ممكن الناس تكتب مقالات في الصحف اليومية، بتشتغل برضو في مجال التنوير عن والتوعية بالأمراض الوراثية وموضوع الثقافة والهجرات والوراثة وهكذا. المشروع الخامس والأخير في مشروع برضو اقترحناه وكان ناقشناه قبل فترة، إنه سميناه H3 Genetics Apprentice، اللي هو تدريب الناس الـ Young Scientists اللي هم العلماء الشباب أو الطلاب اللي هم عايزين يتخصصوا في المجال، نساعدهم في إنهم هم بشكل شخصي يعني يكون مستهدفين أشخاص معينين، ندربهم على أساس إنهم هم يقدروا يواصلوا في المجال، ونحاول نشوف لهم بعض الفرص الدراسية إذا كانت خارج السودان أو داخل السودان عشان يواصلوا دراساتهم وبحوثهم ويفيدوا نفسهم ويفيدوا البلد أكيد طبعاً، لأنه أي إضافة الشخص بيكتسب السودان بيطلع برا بيكتسب خبرة، اكتسب معلومة، اكتسب نظام عمل، هكذا لما يرجع السودان أكيد بيكون إضافة كبيرة جدا للسودان. دي تقريبا الخمسة مشاريع اللي شغالين عليها حسي، وإن شاء الله ببداية السنة الجديدة تكون أغلبها يكون بدينا فيها ويعني ترى النور إن شاء الله. ده باختصار المشاريع الحالية اللي إحنا شغالين عليها في المبادرة بتاعت H3 Genetics. إذا في إضافة من دكتورة هبة عمر أو دكتورة هبة بابكر في موضوع المشاريع. ما عندي إضافة أنا، لا. تفضل دكتورة هبة. دكتورة هبة عمل الميوت. أحب أوجه رسالة لكل الطلاب في الجامعات السودانية المهتمين بالمجال أو مهتمين بمجال الطب أو الوراثة البشرية أو الوراثة الطبية، إنهم يعني يرغبوا صفحتنا على باستمرار، يراقبوا الصفحة باستمرار ويحاولوا يشوفوا الجديد شنو، يحاولوا يشوفوا المبادرات اللي حكى عنها هشام، اللي هي احنا حنشارك مع مجموعات تانية داخل الوطن العربي او حتى ان شاء الله من الخارج، يتابعوا يشوفوا الجديد ويحاولوا يعني يوسعوا الافق بتاعتهم، وان شاء الله لو عندهم اسئله يحاولوا يكتبوها، احنا بقدر الامكان بنحاول نغطي كل الاسئله اللي ممكن تتسال. يعني الواحد طبعا مع المشغوليات ومع الروتين اليومي بتاع الحياه صعب جدا، لكن احنا ان شاء الله محاولين يعني لازم يكون لنا دور في التوعيه دي، فان شاء الله بنتمنى ان الناس تشارك ويعني تكون اكتف. الصفحه برضو متوفر فيها كتب كثيره يعني بتساعد برضو الطلبه، بتساعد الباحثين المختصين في المجال، مفيده برضو، فبرضو ممكن تدخل على الصفحه بتلقوا الكتب ان شاء الله. اوكي شكرا جزيلا لكم دكتور هبة عمر، دكتور هبة بابكر، دكتور هشام على السرد الجميل والتوضيح وتقديم مبادرة H3 Genetics. قبل ما نفتح الفرصة للنقاش، طبعا شكرا لك يا دكتور، صممت لنا البوستر للفعالية، ده البوستر جميل جدا جدا. بعض الناس الزيل ما عندهم علاقة بالوراثة أو بالمجالات الطبية، قد يتسألوا يعني شنو وراثة بشرية، يعني شنو وراثة تطورية، يعني شنو وراثة طبية. في دقيقتين كل واحد فيكم اختصر لنا كلمة البشرية التطورية الطبية المتخصص فيها. أوكي. الوراثة البشرية معناها نحن بنتكلم عن الجينات بتاعت الإنسان،
يعني طبعا في وراثه بشريه، في الوراثه المتخصصه في الحيوانات او النباتات او البكتيريا او الفيروسات وهكذا. كل الكائنات الحيه دي عندها جينات، وبالتالي عندها علم وراثه خاص بها. الوراثه لما نقول وراثه بشريه معناها الهيومن جينيتكس، الوراثه المختصه بالجينات الموجوده في او الجينوم البشري، الجينات الموجوده في الانسان، دراستها، تطبيقاتها، امراضها وهكذا. ده اختصار لموضوع الوراثه البشريه. شوف دكتوره هبه بابكر تشرح لكم الوراثه التطوريه. طيب في الوراثه التطوريه او الوراثه التطوريه هي بتهتم اكثر باختلاف طريقه اختلاف الجينوم البشري والتاريخ التطوري بتاعه، يعني الجينوم البشري تغير كيف على مر السنوات والأسباب اللي أدت للتغيير ده. الحاجة دي ما في الإنسان بس، طبعاً في الحيوانات برضو، لأنه عندنا الحيوانات النموذجية برضو بيتم دراستها، لأنها هي بتسهل علينا كثير نفهم التطور الوراثي في الجينوم البشري الخاص بالإنسان. وباختصار ده يعني التسمية يعني. الوراثة الطبية هي يعني بتشمل لنا التشخيص والتعامل مع الأمراض الوراثية inherited diseases، زي ما أنا اتكلمت في بداية الحلقة على كم يعني كمية من عندنا الأمراض inherited diseases أو الأمراض الوراثية في السودان، فهي بتتعلق لنا بتشخيص الأمراض الوراثية وتحديد العلاجات، اللي هو طبعا زي ما قلت انا قلت انه في العالم الخارجي انه بدوا يحددوا علاج معين، زي ما كانت تكلمت في صفحتنا دكتوره داليا على الفارماكوجينومكس، فهي دي الوراثه الطبيه بتتعلق بتشخيص الامراض الوراثيه. شكرا جزيلا لكم. طيب نمشي للاسئله. في اسراء ابو الرحمن كتبت سؤال من قبل فتره، قبل ربع ساعة تقريبا، أنا واجهت مشكلة الإنترنت فالنت كان فصل فما شايف السؤال، ممكن تجاوب على السؤال بتاعها؟ طيب أنا شفت سؤال إسراء هسي وحابة أوضح ليها حاجة، إنه أول حاجة الجينات ممكن تذكر السؤال أول شيء عشان طيب. الشباب طيب. اللي معانا في الفيسبوك يعرفوا السؤال. هم ما شايفين. طيب أيوه معلش. طيب إسراء حابة تسأل عن إنه جينات لون العيون والبشرة مختلفة، قاعد تكون مختلفة في بعض الإثنيات أو الأشخاص، فبيكون لون عيونهم فاتح مثلا ولون بشرتهم داكن، أو العكس يكون لون بشرتهم فاتح ولون عيونهم داكن، برغم من أنه المسؤول عن لون العيون والبشرة هي نفس الجينات. طيب هي بتسأل هل دي حاجة طبيعية؟ طبعا أنا بقول لا، دي حاجة طبيعية جدا. الجينات دي ممكن نتوقع منها أي يعني تغير في الشكل أو في اللون أو كده. نجي بالأخص للجينات المسؤولة عن لون العيون والبشرة، الصفة بتاعة التصبغ في الإنسان هي صفة ممكن نسميها بوليجينيك أو متعددة الجينات. ده معناه معناه إنه ما في جين واحد محدد هو المسؤول عن اللون، يعني مثلا جين إكس هو اللي بيعمل اللون بتاع الميلانين عالي، بالتالي كل لون العين غامق ولون البشرة غامق. لا، في مجموعة عديدة من الجينات هي المسؤولة عن التصبغات في البشرة وفي العيون، فبالتالي الانتراكشن او الـ يعني الـ الارتباط بين الجينات المتعدده المسؤوله من التصبغ دي، ده هو بينتج لنا اختلاف في بعض الاحيان في اللونين بتاع البشره بتاع العيون. اعتقد يعني الجينات المسؤوله عن التصبغ هي واحده من الجينات هي البوليجينيك جينز، دائما هي معقده جدا بتحتاج مننا يعني دراسات مستوفيه ويعني بتفاصيل كثيره جدا عشان نقدر نفهم طريقة العمل بتاعه والإنتراكشنز حقتها. طبعا هنا أنا بتذكر عندي تعليق موضوع توريث الصفات. هو طبعا ما عنده علاقة باللون الجلد، لكن عايز أذكر مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في دورة العقل بعد فترة مثلا هم بيضطروا إنهم هم اللي بيعمل لهم التهابات وكده، بيكون مضايق باقي الدروس لازم يتقلع. وبالتالي ليه في ناس عندهم ضرس العقل عامل لهم مشاكل وفي ناس لا؟ السبب انه الصفات اللي احنا نتوارثها من جهتين مختلفات اللي هم الام والاب. ففي ناس مثلا ممكن يورثوا الفم الصغير اوكي من الاب، الفم الصغير يكون حجمه صغير من الاب والضروس الكبيره من الام، وبالتالي بتتزاحم الضروس في فم صغير وبتسبب المشاكل بتاعه انه هي والله يا اخي تكون غير منتظمه، في مشاكل في ضرس العقل وهكذا. ليه؟ لان احنا ورثنا صفتين مختلفات من طرفين مختلفين وهكذا. احنا دي ممكن نقيسها على كل الصفات الثانيه الموجوده عندنا.
اوكي الموضوع يعني معقد وشائك وممتع جدا، لانه التعبير الجيني واحده من امتع القصص اللي ممكن الناس تحكيها في الوراثه البشريه او غير البشريه، كيف الجينات بتعبر عن نفسها وما مدى هذا التعبير زي ما نحن بنسميه الجين بينترانس اللي هو تعبير الجيني، هل هو قوي ولا نص نص ولا ضعيف ولا ما في تعبير خالص وهكذا. فالموضوع بصراحه يعني قصه تحكى بشكل ممتع جدا جدا، يعني كل الصفات اللي احنا موجودين بنكتسبها دي مش نتائج انه والله هي صفات نحن اكتسبناها من امنا وابونا، لا، من الاف البشر قبلنا، من الاف البشر قبلنا. ونحن بنحسبها للطلبه في الجامعات وكده، بنقول لهم عشان تعرف الكونتريبيوشن او مساهمه كل فرد من الاجيال اللي قبلك في الجينات بتاعتك، بنحسبها بواسطه معادله 1/n اللي هي 1/n، بحيث نون هو عدد الافراد في كل جيل، يعني عدد الافراد في جيل امك وابوك 2، وبالتالي كل واحد ساهم بنص. عدد الافراد في جدودك الاوائل هم 4، وبالتالي كل واحد ساهم في جيناتك بربع، وهكذا. لما تبدا تلقى انه جيناتك دي نتائج لمساهمه الاف الاف البشر مع بعض في شخصك الواحد ده. ده بس تعليق على موضوع اكتساب الصفات او توريثها. سيد وفي، في سؤال ثاني؟ تفضل دكتور هبه، عندك تعليق على السؤال بتاع اسراء ده ولا نمشي للسؤال اللي بعده؟ لا ممكن تمشي للسؤال اللي بعده، تفضل دكتور هبه وهشام. طيب معانا هارون اصرم، تفضل اسال سؤالك، عرف نفسك بطريقه مختصره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه اشكر الاطباء ومشكور جدا، يعني انا الواحد فخور انه يلقى السودانيين ينوروا الشعب السوداني بالمستجدات وبالعلم اللي ينتفع به ان شاء الله. انا بس مداخله بتاعي، انا شخصي اول حاجه اقول عادي طبيعي، ما دكتور ولا كده، لكن مهتم بانه عنوان الموضوع ده جذبني حقيقه وجذبني. السؤال اللي داير اوجهه انه يا اخي دايرين تنوير لاخواتنا السودانيات، يعني احنا بصراحه شعب يعني افريقي عربي او افريقي عربي زي بيسموها شاي لبن يعني، لكن الملاحظ انه اخواتنا ديل الله يهديهم ويهدينا جميعا يعني بيستخدموا كوزموتيك بطريقه خياليه شديده جدا جدا، يعني عندهم تغيير البشره، وده انتم ادرى مني انا، يا ريت لو توجهوا لهم رساله. ممكن انا احتمال يكون ما بدأتها من البدايه، لكن احنا محتاجين توعيه كبيره جدا جدا عشان اخواتنا ديل يا اخوانا. التغيير بتاع الكوزموتيك دي اول حاجه ماديا مهلك، صحيا يعني ما بيشبعنا، وفي امراض خطيره. الشيء الثاني برضو انا داير متوجه لنا يا اخوانا، الزواج من الاقرباء، يا ريت لو في فحص ملزم قبل الزواج من كل اثنين داير يرتبطوا مع بعض عشان نتفادى مسائل بتاع التوارث الامراض المنتقله. وشكرا مبارك الله فيكم، مشكور قوي جدا يا والله صراحه، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا اخ هارون، صراحه انت تطرقت لنقطتين مهمه جدا جدا. الموضوع الاول استخدام الكريمات بالنسبه للفتيات، وحاليا بدا برضه ينتشر كمان بين الاولاد، وده موضوع خطير. لكن الحاجه المبشره انه الجيل الجديد واعي، واعتقد انه في بعض المبادرات السودانيه قامين بها بعض الاخوات عشان يمنعوا او يقللوا من موضوع استخدام الكريمات، يعني الاهتزاز بالنفس، الاهتزاز بالبشره السمراء، الاهتزاز بالشكل، بالملامح، بالملمس بتاع الشعر، دي مفروض تكون حاجه اساسيه. لكن طبعا الاعلام كمان له دور كبير جدا، الاعلام قايب تماما على التوعيه في المواضيع دي، الاعلام السوداني بتكلم اذا صحافه ولا تلفزيون او راديو، لازم يكون بدوره الأكمل في التوعية بخطورة هذه المشاكل وكده. ولين طبعا زي ما انتم عارفين الإعلام السوداني هو مدمن للسياسة والغناء، يعني كل ما تفتح التلفزيون السوداني تلقى سياسي أو غناء، ما في تاني حاجة، ما في تنوع حتى. يعني وإن كنا نحن يعني واحدة من أكبر المجموعات البشرية تنوعا وراثيا، لكن تنوع إعلامي للأسف ما موجود عندنا، فمحتاجين نشتغل على الموضوع ده.
الحاجة الثانية اللي أنت ذكرتها اللي هي موضوع زواج الأقارب. في بعض طبعا الدول العربية اللي عندها يعني غنية بنعتبرها غنية زي الدول الخليجية فرضت موضوع فحص ما قبل الزواج، إنك أنت عشان تتزوج لازم تمشي تفحص نفسك تشوف عندهم، طبعا لأنهم عندهم أمراضهم هم المشهورة زي مثلا السلاسيميا والسيكسلانيميا اللي هي الأريمية المنجلية أو مرض السلاسيميا على الأقل، ونقص الخميرة برضو عندهم موجود منتشر هنا. فأنت عشان يعني اتزمصت يعني أنت عشان تتزوج لازم يكون عندك تحليل للأمراض دي، وبالتالي هو طبعا غير ملزم، يعني هو مبروك إنك أنت والله يا أخ مصاب أو أنت حامل الأمراض دي، وإذا عايز تتزوج من بنت عمك أو من خطيبتك اللي أنت مفروض تتزوجها وهي حامل نفس الطفرات أو هي مصابة، وبالتالي ده هيشكل خطر على أبنائكم. والقرار في النهاية بالنسبة لكم أنتوا لكم أنتوا الاثنين، يعني أنتوا الزوج والزوجة أو الرجل وال وخطيبته، إن والله يا أخي نحن نواصل في الموضوع ده في المشروع ده ونحن حاملين للطفرات دي، ولا نلقي الموضوع أوكي وأي واحد يمشي في طريقه. فأعتقد نحن برضو مبادرات زي دي تكون بها الدولة، طبعا ده شغل الدولة، إن والله يا أخي ويكون في إلزام لفحص ما قبل الزواج للأمراض الشائعة في المجموعات السنية المختلفة. بالإضافة لكده لازم يرافقها توعية وتثقيف إعلامي كبير جدا، لأنه أنت ما ممكن تطلب فحص من زول هو ما عارف أصلا أهميته شنو ولا فائدته شنو ولا يعمله كيف. فدي برضو شغل الدولة، الدولة لازم تكون ب ناس ممكن تضغط طبعا في اتجاه دي، إن الدولة تكون بمسؤولياتها كاملة. فنتمنى إن شاء الله الناس تمشي في اتجاه إنها تكون في سياسات عامة للدولة تساعد في الحد من انتشار الأمراض الوراثية في السودان. إذا دكتورة هيبة أو دكتورة هيبة عندهم تعليق. طيب عندي تعليق بس على كلامك يا هشام، كلام استوفيت طبعا ما شاء الله يعني كل الإجابات للسؤال اللي سأله، لكن عايز أضيف نقطة مهمة جدا برضو بالنسبة لإعلام المرئي في السودان. أعتقد الإعلام هو مش مقصر، بس الإعلام هو ذاته له دور في نشر الثقافة يعني الشكل النمطي، لأنه إحنا بشرتنا ما داكنا، أو يعني الإعلام أعتقد برضو أسهم كثير في نقل الصورة دي. يعني حتى في الإعلام المرئي السوداني بتلقى إنه ما في تنوع، حتى تنوع في اللون ما في، يعني في شكل واحد كده لكل يعني المقدمين والمذيعين وغيره، نمط واحد بيوري انه الاشخاص دي كلهم كانوا يعني جايين من جهه واحده او مجموعه واحده. عكس التنوع ذاته بيخلي الناس تقتنع بانه في تنوع في السودان، لكن لما انا اشوف التلفزيون نفسه موجه ل او يعني شغال تحت نمط واحد، ده اكيد بياثر كثير على الاجيال الجايه وعلى يعني افكار واستخدامه للكريمات وغيره. فاتمنى انه ان شاء الله نقدر ننجح نساهم في الحته دي، و يعني الرسالة تكون واضحة. الحاجة الثانية بالنسبة للفحص الملزم قبل الزواج، أعتقد هو ما شرط إنه هم يكونوا أقارب، بس يعني مرات بتحصل حالات الأشخاص ما بكونوا أقارب، فالفحص هو مهم جدا. لكن أنا بركز معك في موضوع التوعية والتثقيف، ده مهم جدا بالذات في المناطق النائية أو المناطق الطرفية، المناطق اللي حتى ما فيها يعني احتمالات إنه يكون فيها فحص، دي احتمال 100 سنة لقدام ما يكون فيها. فالتوعية والتثقيف أعتقد نبدأ بها أول، أو الدولة تبدأ بها أول، وتكون هي يعني الأساس في إنه الناس تعرف المشاكل زي دي، تعرف انه والله لما يحصل زواج بتاع اقارب بينتج الاشكال او الاطفال بالمشاكل الصحيه اللي احنا شايفينها دي. فاتمنى انه يعني يكون في دور كبير للمنظمات وللجهات الاعلاميه المختلفه في انه تنقل التنوعي والتثقيف ده، وبعد ذلك ان شاء الله نتمنى انه المرحله القادمه او المرحله يعني الفاعله تكون هي مرحله الزاميه الفحص وتوفيره. بالضبط. اهيبه دكتورة هيبة عندك الإضافة؟ والله أنا كنت عاوزة أتكلم في موضوع زواج الأقارب، لكن دكتورة هيبة ودكتور هشام كفوا وقفوا في موضوع كان أستاذ هارون يتكلم على موضوع الحاجات اللي بتستعملها بيبو النسوان في السودان، ويعني كفوا وقفوا ما قصروا، قالوا كل حاجة تقريبا زي cover everything ف it's fine. شايفة في بس برضو أسئلة في الفيسبوك يا أستاذ. الكلام جميل. أيوة في الفيسبوك عاوز أقول له، في سؤال أو تساؤل من معاذ أحمد بيقول الحكم الشرعي ما مرتبط بالسودان فقط إنما كل الدول المسلمة أو المسلمين، وأي تعديل أو اعتماد شيء جديد فيه بيخضع للرأي الشرعي باعتبار إنه ما في نسبة صواب 100%
في الشيء العلمي أو التطبيقي. طيب عشان يثبتوا نسبة الأبوة أو البنوة يقول هل ممكن نعتمد الرأي العلمي في تطبيق حد من الحدود الشرعية؟ طيب نحن قبل لما تكلمنا عن المثال اللي تسأل نحن كنا بنتكلم عن السودان، يعني بالتأكيد طبعا النصوص الشرعية أو أي حاجة متعلقة بالدين هي ما بتطلع بس من السودان، يعني هي بتكون فتاوي مشتركة بين كل الدول المقيدة بالدين الإسلامي طبعا بالتأكيد. فإحنا بس طرحنا مثال لأنه السودان والله ما بيحصل فيه كده، أنا ما أعرف صراحة كم بقية الدول بيحصل فيها شنو أو بالضبط شنو، لكن عموما معظم الدول المسلمة أو الدول العربية اللي هي بتنتهج الإسلام كدين أعتقد بيطبق نفس القرار، يعني في إنه أي فحص داخل إطار زوجية لا يمكن عمله. يعني بالنسبة للسؤال الثاني هو بيتكلم عن هل البينة بتاعت الدي إن إيه تعتبر بينة قاطعة ولا لا في تطبيق حد، يعني هل ده السؤال كده؟ طيب إذا كان السؤال كده بالمناسبة أيوة أنا عايزة أقول حاجة، إنه البينة بتاعت الدي إن إيه ما هي الحاجة الوحيدة اللي قاعدة تكون يعني مستنية كده العدالة عشان يعني تفتي فيها أو تصدر قرار سواء كان حد أو غيره. البينة بتاعت الدي إن إيه هي بينة يعني معها بينات تانية، يعني ما ممكن أنا الليلة مثلا أجي أقول عايز أعدم الزول ده لأنه هو المتهم الوحيد في الجريمة وهو ما كان موجود مكان الجريمة، أو في بينات تانية قالت إنه الزول ده ما كان موجود ممكن يكون توأم له مثلا. فهي من ناحية علمية هي صحيحة 100% وبتدي نسبة بتاعت نتائج 100%، لكن بالتأكيد برضو وجود أدلة تانية مساعدة بتخلينا نأكد تماما إنه الموضوع ده والله خلاص قاطع، يعني قطع الشك ما في غيره. فالحاجة بتخضع لكل جريمة، بتخضع لكل حالة مختلفة أعتقد في إنه هل في بيانات تانية ولا ما في، لكن هي من ناحية بتاعت إنها بينة علمية يعني قاطعة وصادقة دي ما في اثنين ثلاثة يعني. هي طبعا بينة تضاف لبقية البيانات الموجودة في نعم في التحقيق. تمام الزول الرافع يده معانا في الزوم تفضل، ما يمنع سمي نفسك كاتب ايفون ميكروفون مفتوح تفضل اسال. تفضل الميكروفون مفتوح. اهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وينك يا أستاذ وفي والمجموعة العزيزة المجموعة الجليلة، صراحة شاكر لكم على الإضافات الرائعة. هنالك عدة أسئلة تبادر إلى ذهني. ممكن تعرف نفسك وتسأل. مش يا أستاذ وفي بقول المعروف لا يعرف، مع أستاذ محمد عبد السلام. مرحبا. أنا عرفتك لكن البقية ما عرفوه. طيب أستاذ محمد عبد السلام بكلاريوس جامعة مدروان الإسلامية كلية العلوم والتغانى، دبلوم عالي جامعة خرطوم كلية العلوم قسم علم الحيوان، وماجستير جامعة أفريقيا العالمية كلية العلوم التطبيقية والبحثة في تخصص علم الطفيليات ما شاء الله. طيب تقريبا دكتور هشام أشار إلى جزئية مهمة جدا اللي هي السكل سيل أنيميا أو مرض الأنيميا المنجلية وله علاقة يعني مرض الملاريا. طبعا معروف إنه الأنيميا المنجلية تعمل كريات الدم الحمراء يعني ذا شكل هلالي أو شكل منجلي، وكذلك تقريبا الملاريا تعمل نفس الكيفية أو نفس الطريقة. هو قال هنالك علاقة، لكن إحنا عايزين نعرف شكل وحجم العلاقة. يعني مثلا هل طبعا معروف انه الانيميا المنجليه تنتج عن زواج الاقارب او الناس اللي يحملون نفس الجينات، يعني السؤال هنا هل الذين يعني او الاشخاص المصابون بالانيميا المنجليه يعني بتكون اصابتهم بالملاريا ضعيفه او قليله، او الى مدى نحدد العلاقه بصوره واضحه جدا. وكما معروف لدينا جميعا إنه الأنيميا المنجلية منتشرة في كثير من القبائل، وأيضا الملاريا منتشرة تقريبا في كل السودان. يا ريت نعرف العلاقة بشكل أوضح حتى الناس تفهم الكيفية أو الجزئية. تقريبا أيضا أشار دكتور هشام إلى إنه أي مرض له علاقة بالتركيب الجينية. طيب هذا أنا في رأيي فيه تعميم، يعني عندما نقول أي مرض
له علاقة بالتركيبة الجينية، معناها أي مرض مهما كان، يعني حتى لو كان إسهال مائي، سواء كانت بولهارسيا أو إذا كان مثلا الأمراض المختلفة، يعني مش ممكن نقول إحنا حتى البيئة نفسها يعني لها تأثير في وجود هذه الأمراض. يعني مثلا عندما نقول أي مرض له علاقة بالتركيبة الجينية، يعني البيئة نفسها أين دورها؟ البيئة لها دور كبير جدا في تأثير كثير من الأمراض. وممكن يعني شخص نتيجة لممارسات خاطئة أو عدم اهتمام منه أو تكون لديه أمراض، والناس المختلفين أو الناس اللي حوله يعني ما يكون مصاب بنفس المرض حتى لو كان من نفس العائلة أو من نفس البيئة. أو فبالتالي أنا برى إنه يعني ممكن دكتور هشام والإخوة يوضحوا لنا أو الدكاترة الأجلاء، أنا برى بعض الأمراض، يعني إذا استثنينا الأمراض الوراثية كالسكري والأنيميا المنجلية والهيموفيليا و في بعض الأمراض أنا برى إنه ليس لها علاقة مباشرة بالتركيبة الجينية حقة الفرد، حتى نعمم ونقول أي مرض له علاقة بالتركيبة الجينية. أيضا أشار الدكتور هبة تقريبا إلى أيضا هنالك جينات مسؤولة عن المشكلة الصحية، حتى مشكلة الغذاء. يعني مثلا نفترض شخص عنده مثلا أكل سمك وبعدين شرب حليب، في بعض الناس يتأثر بهذا، بعض الأشخاص لا يتأثر بهذا، هل نعزيها أيضا إلى التركيبة الجينية بصورة واضحة أم إلى أو هناك علاقات أخرى؟ أو ممكن حتى نحددها بنسب، البيئة لها كم نسبة، الوراثة لها كم نسبة. يعني مثلا الذكاء نسبة بنسبة كبيرة وراثي، لكن أيضا هناك عوامل بيئية تأثر في الذكاء. يا ريت الموضوع يكون محدد بنسب وأشياء محددة حتى نقدر نقيس. أنا برى إنه الموضوع فيه تعميم عندما نقول كل جين مسؤول عن المشكلة الصحية، يعني هو وراثي، وكذلك أي مرض له علاقة بالتركيبة الجينية، أي مرض بصورة عامة له علاقة بالتركيبة الجينية، وكذلك نعرف العلاقة الأخيرة إلى أي مدى تأثير الأنيميا المنجلية وعلاقتها بالملاريا. ويريد أيضا الدكاترة الأجلاء يوضحوا لنا. ألو، ما أعرف تقريبا. لا معك يا محمد، ممتاز. أيضا ممتاز، يا ريت أيضا الدكاترة الأجلاء، طبعا ممتاز، الدكاترة الأجلاء أيضا أشاروا بوضوح إلى إنه ضرورة ممكن الفحص قبل الزواج من الأمراض الوراثية، هذا شيء ممتاز جدا جدا، ولكن أليس سلامة أحد الطرفين تكفي في كثير من الأمراض الوراثية؟ يعني مثلا في شخص، مثلا المرأة مثلا عندها جين خاص بالأنيميا المنجلية، الطرف الآخر الزوج سليم، في الغالب ينتج جميع الأطفال بيكونوا سليمين، قد يكونوا نعم حاملين للمرض، ولكن صفة إنه يكونوا حاملين للمرض مش معناها حتصر فيهم الأعراض. يعني ياريت أيضا يوضح لنا في جزئية سلامة أحد الطرفين تكفي لإنجاب أطفال أصحاء، حتى نبعث الطمأنينة إذا كان هنالك شخصين يعني مهتمين بهذا وعايزين يعرفوا المعلومات بشكل أوضح. ونتمنى تكون الأسئلة واضحة، أنا سردتها بشكل يعني نتمنى وفي طيب. ممتاز جدا، ممتاز، شكرا جزيلا، تفضل. طيب نبدأ بالأول، هو الملاريا والسيكل سيل أنيميا، الأنيميا المنجلية. طيب الأنيميا المنجلية ظهرت كيف وظهرت وين؟ إحنا قلنا الأنيميا المنجلية ظهرت في غرب أفريقيا. ليه؟ ظهرت لأنه كان في انتشار كبير جدا للملاريا، الناس كانوا بموتوا بالملاريا بأعداد خرافية. أوكي؟ نعم. في قبل 200 سنة، من 200 ل 250 سنة حسب تقديراتنا، ظهرت طفرة أوكي في الجين اللي بيكون الهيموغلوبين. نعم. وبالتالي عملت مشكلة في شكل كريات الدم الحمراء، بقى شكلها منجلي، والناس ديل بقوا ما يصابوا بالملاريا، وبالتالي نفدوا من الموت بالملاريا. ودي احنا بنسميه الناتشورال سيلكشن، اللي هو الانتخاب الطبيعي، انه تم انتخابهم طبيعيا لعدم الإصابة بالملاريا. وده عندهم معناه عندهم أفضلية من غيرهم، لانهم هم عندهم طفرة تحمي من الملاريا، ويزول ما عنده طفرة دي ممكن يموت بالملاريا. اوكي، وعشان كده انتشرت الانيميا المنجلية، مع انها هي مرض لكن انتشرت
ضد الملاريا، انتشرت الطفره وبالتالي انتشر المرض. دي العلاقه ما بين الملاريا والسيكل سيل انيميا، بالتالي الاشخاص اللي عندهم سيكل سيل انيميا، انيميا منجليه، نادر جدا انهم يصابوا بالملاريا، لانه الطفيل بتاع الملاريا ما بيتعرف على الكريات الدم الحمراء المشوحه دي المنجليه الشكل دي، وبالتالي ما حيصاب الشخص بالملاريا. ده بالنسبه لعلاقه الملاريا بالسيكل سيل انيميا. اي طبعا انا بسرعه لكلامي انه كل الامراض بلا استثناء عندها خلفيه وراثيه، نحن قلنا بشكل مباشر او غير مباشر. بشكل مباشر يعني انه يكون في طفره موجوده في الجين سببت المرض، مثلا زي نقص الخميره اللي هو جي 6 بي دي، دي طفره موجوده في الاكس كروموزوم بتسبب المرض، دي خلاص ده معناه مرض وراثي يورث. لكن ناخذ مرض عنده علاقه بالتركيبه الجينيه لكن بشكل غير مباشر، واخذ مثالك نفسه اللي هو الاسهال المائي. الاسهال المائي نفترض انه هو حصل اوت بريك، حصل انتشار في منطقه لاسهال مائي، نحن ما عارفين السبب، حصل في منطقه، في جزيره، في الشماليه، في الغرب، حصل اسهال مائي. هل يصاب كل الناس بنفس المستوى؟ وهل يصاب كل الناس ولا في ناس حيصابوا وفي ناس ما حيصابوا؟ مع انهم هم اكلوا من نفس المصدر او شربوا نفس المويه او تعرضوا لنفس البكتيريا. ده سؤال، ليه نسبه الاصابه مختلفه وحده الاصابه نفسها مختلفه؟ ده بيرجع للتركيب الجيني، دفاع الجسم عن نفسه، تعبير الجيني عن نفسه، وبالتالي هي غير مباشر، بشكل غير مباشر الاسهال المائي وكل الامراض الثانيه اذا كانت معديه او غير معديه هي عندها علاقه بالتركيبه الجينيه. ما فيها شك. لكن هل هو مباشر ولا غير مباشر العلاقه دي؟ ده موضوع ثاني. اوكي، الموضوع البريمري انت قلت والله يا اخي اذا كان في شخص مثلا احد الطرفين بيحمل مثلا طفره متنحيه، نحن نعرف كيف هو طبعا سليم، نحن نعرف كيف انه الطرف الثاني ما بيحمل نفس الطفره المتنحيه اوكي اللي بتسبب المرض ده. اوكي، نحن ما نعرف لانه هو سليم، هو حامل فقط لي الطفره. الحل الوحيد انه احنا نعمل له فحص وراثي، لانه اذا هم الاثنين بيحملوا نفس الطفره المتنحيه وهم سليمين وتزوجوا، نسبه اصابه الاطفال كل طفل نسبه اصابته اوكي 25%. يعني اذا كانوا انجبوا 4 اطفال حيكون في واحد منهم مصاب. اوكي، وطبعا دي القوانين بتاعه الوراثه المتنحيه، وبالتالي مهم جدا احنا نعمل التوعيه، وبالاضافه لكده إذا قدرنا نعمل فحص ما قبل الزواج. الحياة المنتشرة موجودة يا إما في السودان أو موجودة معروفة في الأسرة مثلا أو في المجموعة الإثنية المعينة. يعني مثلا قلنا نحن المسارية والهوسة هم أكثر مجموعتين عندهم سيكل سيل أنيميا، وبالتالي نحن إذا كانوا في اثنين عايزين يتزوجوا من نفس المجموعة نقول لهم والله يا أخي بس يحبذ إنه والله أعمل الفحص ده عشان بس ما تخشوا في تجارب بتاعة أطفال مصابين لقدام وكي تعرفوا هل عندكم نفس الطفرات ولا لا. إذا أوكي يعني مثلا الجين بتاع الفيو الطفرات بتاع الهيموغلوبين، الجين اسمه HPB، ده ممكن الطفرات بتاعته، الطفرات ممكن تكون تسبب أنيميا منجلية وممكن برضو تسبب سلاسيميا، ممكن تكون سلاسيميا A وممكن تكون سلاسيميا B. أي طفرة في الجين ده إذا كان في الزوج أو الزوجة في نسبة، بغض النظر إنها هي سلاسيميا ولا هي سيكل سيل أنيميا، في النهاية هو ممكن نسبة الإصابة حتكون 25% للأطفال. إذا كان سلاسيميا بي أو سيكل سيل أنيميا، عنده طفرة سلاسيميا بي أو سيكل سيل أنيميا، أوكي؟ بالتالي نسبة الإصابة إذا كانوا الاثنين حاملين الزوج والزوجة لنفس الطفرة أو طفرات مختلفة في نفس الجين، 25% من الأطفال حيكونوا مصابين. وبالتالي عشان نتفادى التجارب دي المؤلمة دي بنحبذ إنه يتم الفحص والتنوير بالنسبة للأزواج. ده بشكل عام أنا أكون مريت على الإجابة الأسئلة بتاعتك. إذا في إضافة من دكتورة هبة أو دكتورة هبة. شكرا جزيلا دكتور. في أي إضافة أو تعقيب أيوة من دكتورة هبة أو دكتورة هبة؟ أنا بس عايزة يعني أثني على النقطة اللي قالها دكتور هشام في إنه العلاقة هي مباشرة وغير مباشرة، فإحنا هنا نجي للتفصيل. البيئة أكيد بتلعب دور كبير، والبيئة ذاتها هي يعني لها دور في تشكيل الجينات ذاتها.
البيئة ذاتها، أنت يعني مثلا زي موضوع الحليب، أنت مما قمت من صغير، لأنه بعض الفطام مباشرة الجين المسؤول عن خاصية تحمل اللاكتوز بيبدأ شنو يقل في جسم الإنسان، وبعد ذاك الشخص لما يكبر بيبقى ما عنده أي قابلية إنه يتحمل شرب الحليب، وبتحصل له مشاكل معوية. فالبيئة لها دور مثلا هنا، أوكي، لكن الحاجة دي بتخضع للتركيب الجيني. أنا ما شربت حليب معناته الجين بتاعي طوالي حيتغير، هيكون ما عندي إنزيم هاضم لللاكتوز الموجود في الحليب. فبالتالي أعتقد إحنا يعني إذا عايزين نحدد النسبة اللي قالها أستاذ محمد عبد السلام، لازم نمسك كل حالة براها تخليها ونقعد نفصل نشوف الجينات لعبت دور قدر شنو والبيئة قدر شنو، والموضوع ده تخليه يعني من الصعوبة بمكان إنه نقدر نحدد كل النسب بتاعت كل العوامل المشاركة في 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 المشاكل الصحية دي. شكرا أستاذ وفي. شكرا دكتور هبة، عندك تعليق أو إضافة؟ يا عمر. طيب، في تساؤل أو سؤال من مثمانوف إسحاق في مجموعة الفيسبوك، السؤال موجه للدكتور هبة بابكر، يقول إنك ذكرت في البرزنتيشن بتاعك إنه في تنوع في الجينات للأفارقة مقارنة بالأوروبيين، هل دي ميزة إيجابية ولا سلبية؟ طيب الحاجة دي طبعا أنا يعني من خلال أبحاث اللي أنا قمت بيها وكده بعتبرها ميزة مهمة جدا، لأنه تنوع الجينات ذاته بيأثر على مش التركيبة بس، كمان على الصحة نفسها، وكمان هو شنو بيخلي الأفريكانز إنهم أكثر تكيفا، يعني تنوع الجينات ده يؤدي لأنه الجينات تكون متكيفة في البيئة اللي أنت فيها في غيره. فبالنسبة لي أعتقد إن حاجة يعني بوزيتيف أو إيجابية، ما أعتقد إن قد تكون نسبة قليلة ممكن نقول عليها إنها غير إيجابية، لكن التنوع مهم، التنوع مهم حتى ذاته للبقاء البشري يعني، لكن لما الصفات كلها تبقى تتنحى أو تقيل أو تختفي أعتقد بيكون في مشاكل صحية، بتكون في مشاكل تانية يعني ريليت للموضوع ده. طبعا التنوع التنوع الوراثي فائدته للمجموعة الإثنية نفسها، المجموعة الإثنية بمعنى أنه فيها تنوع، إذا تعرضت لأي أمراض أو كوارث حيكون فيها تنوع في الجينات، وبالتالي جزء من الجينات دي قادر على مقاومة هذه الأمراض، أوكي؟ مقارنة بمجموعة غير متنوعة فيها نوع واحد بس من الجينات، نوع واحد من الأليلات، وبالتالي إذا تعرضت لأي عرض، إذا تعرضت لأوتبريك أو لمرض حيكون فرصتها في البقاء نفسه صعبة جدا. وبالتالي إذا قارنا مجموعة أفريقية بمجموعة موجودة في السويد متنوعة جدا وغير متنوعة جدا، وبالتالي فرصة المجموعة الأفريقية في مقاومة الظروف البيئية والأمراض أكثر من المجموعة الموجودة في السويد أو في حضبة التبت أو كده، لأنه وراثيا هي متنوعة أكثر. بالتالي التنوع الوراثي هو يعني مصلحته للمجموعة الإثنية نفسها، المجموعة مش للفرد، لا للمجموعة الإثنية، أوكي، بينتمي لها الفرد أو population. شكرا جزيلا هبة عمر، إذا عندك تعقيب أو نمشي لمحمد عبد السلام معانا في الزوم عنده سؤال، تفضل. محمد عبد السلام الميكروفون مفتوح. طيب احنا مش كان معنا ضيوف في الحلقة اعتقد قبل ما نبدأ، ولا ما اعرف كان معنا ضيوف موجودين قبل معنا ما ضيوف نبدأ، لكن ما استخدموا خاصية رفع اليد. الشباب الزول عندي سؤال استخدم خاصية رفع اليد، يعني اتمنى انه يكون في اذا عندهم اي تعليق. بس يا استاذ وافي، في سؤال في الفيسبوك بيتكلم على ما هي اهميه علم الوراثه، فكنت عايز اساله. تفضل. ايوه، فانا اتخيله سؤال كبير جدا، لكن يعني دراسه الحمض النووي البشري وعلم الوراثه يعني بيساعد العلماء على فهم طبيعه الانسان وتكوينه. بقى في العالم حاسة في personalized medicine، الطب الشخصي اللي هو انت على حسب مكوناتك الجينية بقت بتقرر لك القرعات الطبية، التدخلات، العلاجات بقت بتكون يعني لكل مريض على حدة. ف
يعني أنا عاوز أذكر مثلاً من واحدة من الريسيرش اللي أنا عملتها على البروجكت كان على السكين كانسر سرطان الجلد. فكان في إنجلترا يمكن 2012. فإحنا جبنا يعني إذا جيت أقارن ثلاثة مرضى من مرضى سرطان السكين كانسر، فإذا أدينا نفس الدوز أو نفس العلاجات للمرضى الثلاثة وهم الثلاثة في the same stage، في واحد من المرضى الثلاثة ممكن يتعالج، ممكن to be cured completely، وفي واحد بيمشي لستيج 2، وفي واحد ممكن يتوفى، وانت اديتهم نفس الدوزيس. فده كله بيرجع للتكوين بتاعهم الجيني، وبيرجع للطفرات اللي عندهم والميتيشن اللي عندهم، الخلل اللي عندهم. فعلم الوراثه وانك وتعرف دراسه الحمض النووي مهمه جدا، مهمه جدا يعني الان ومن قبل، لكن طبعا علم الوراثه ده هو يعني بقى ديفلوب في العالم. فما عارفه لو دكتور هشام ولا دكتوره هبه في اضافه على اهميه علم الوراثه، هو موضوع كبير جدا يعني. ايوه طبعا اكيد، زي ما انت قلتي موضوع كبير جدا يعني بيتعلق بالطب وبالقراءه التاريخ والمستقبل والمصير ويحدد كل الحاجات. يعني انا ممكن اختصر اهميه علم الوراثه بانه جينوم الجينات بتاعتنا، المحتوى الجيني بتاعنا هو اقدم اقدم المانسكريبت، اقدم المانسكريبت بالعربي ايه اللي هي المخطوطات، اقدم المخطوطات وقيمها، اقدم مخطوطه موجوده في العالم هي الجينوم بتاعنا، هو الجينات بتاعتنا، فيها كل الاحداث اللي حصلت للبشريه مسجله مدونه وموجوده، نقرا بها التاريخ من بدايه البشريه الى الان. اوكي، وهي اقيم مخطوطه لانه كميه المعلومات الموجوده في الجينوم بتاعنا مهوله لدرجه ان احنا ما ممكن نتصورها او نفهمها. يعني حتى لو قعدنا مئات السنوات لسه حيكون في اسئله عايزه اجابات، وكل ان احنا ما نجاوب على سؤال بتطلع لنا اكثر من السؤال، الاجابه نفسها بتطرح يعني كميه من الاسئله. وبالتالي لا يمكن مقارنه اهميه الجينوم باي مخطوطه ثانيه موجوده في العالم. ده بس باختصار عشان نعرف اهميه الوراثه، دراسه الوراثه في بالنسبه لنا كلنا يعني. كلام جميل، عندك إضافة دكتور هبة؟ والله يعني إضافة ما عايز أكرر الكلام، لكن زي ما قال دكتور هشام إنه هو أقدم مخطوطة ومهمة، يعني أهم مخطوطة كمان، هي ما بتساهم لنا هسي في نقل التاريخ البشري بس، لكن زي ما قال المستقبل الجاي نحن بفهمنا للوراثة البشرية وفك يعني أقوارة، ده حيخلينا برضو كمان شنو نفكر في المستقبل الجاي، نفكر في صحة أفضل، نفكر في زي ما قال الدكتور هبة علاج أفضل، نفكر في الطب الشخصي أو العلاج الشخصي، أو ممكن نقول يعني الدواء الشخصي، أنا يكون عندي دواء محدد بيناسب التركيبة بتاعتي، ما يعني بيأدي نتيجة فعالة في إنه أنا أتعالج من المرض المحدد أو كده. فأعتقد يعني الأهمية دي يعني ما بتتقال في كلمتين أو ثلاثة، ده هو موضوع الساعة، أو ده هو الموضوع اللي بيهمنا إحنا كبشر يعني. أعتقد في معنا حنان الطاهر رافع يده. كلام جميل. في تساؤل من أنس فضل. طيب قبل ما نرجع لحنان، ما هي علاقته بالتركيب الجيني؟ شنو التعليق على الكلام ده؟ ما اسمح السؤال. ممكن تسأل سؤال. ما اسمح السؤال. الذكاء المجتمعي. الذكاء المجتمعي. أيوه، علاقته بالتركيب الجيني. لا هو نحن لما نقول جينات وذكاء نتعامل مع الفرد طبعا. أوكي؟ لكن الذكاء المجتمعي هو مصطلح بيصف التطور السلوكي داخل المجتمع، بالتالي هو تراكمي، فما لا يمكن نحن تطبيقه على الفرد الشخص الواحد. أوكي؟ لكن الذكاء المجتمعي بينمو ويتطور بتطور ونمو المجتمع وأدواته، وبالتالي لا يمكن المقارنة ما بين التركيبة الفردية للشخص مع الذكاء المجتمعي. هو طبعاً أنا بلمح عليه.
كانوا بيلمح لانه في مجموعات اذكى من مجموعات او كده، طبعا ده ما حقيقي، ده بيعتمد على ظروف وعوامل كثيره جدا جدا. طبعا ده موضوع يعني دائما بيبحث ويناقش في كل، حتى في الاضابير العلوم والبحوث، يعني انه هل في مجموعات مثلا اذكى من مجموعات سنيه اذكى من مجموعات ثانيه وهكذا. دائما طبعا بتحمل فارغه بينهم هم اقل ذكاء مجتمعيا وانسوا، لكن دي لها ظروف المجتمعيه الاجتماعيه وليست ظروف الوراثيه. يعني لا يمكن الربط ما بين الظروف الاجتماعيه المربعه الفارقه مع تركيبهم الوراثي، يعني ده دخلت فيها السياسه ودخل فيها الامور الثانيه اللي احنا بنعرفها طبعا. أنا تخيلي برضو دكتور هشام ممكن يكون هو بلمح، لأنه هل العوامل البيئية العايشة فيها مجموعة ممكن تكون أثرت على ذكاء؟ يعني مثلا لو قلنا في قبيلة عايشة مثلا جم بحيرة ولا جم أو الغذاء بتاعها كله مثلا فيش أو أكل من البحر مثلا، فهل ده ممكن يكون بيأثر على الذكاء بتاعها وبيأثر على فطراتها الجينية؟ فأنا تخيلي لأنه نحن تكلمنا على العوامل البيئية وتكلمنا على اللايف ستايل وأنه بغير لنا الطفرات الجينية، فهو بيتكلم أنه هل ده ممكن يغير للطفرة الجينية خليه أسكية أكثر من ناس تانيين مثلاً عايشين في لايف ستايل متعبة أو مرهقة؟ طبعاً نحن برضو زي ما أنت قلت ما بتقدر تقول أنه دي عوامل جينية، لأنه ممكن يكون العايش في حته مرهقه نفسيا بس هو ما قادر ينتج او انجز اكثر. انا فاهمك، لكن يعني حتى يعني تعريف الذكاء المجتمعي نفسه نسبي، بمعنى انه نحن هل عندنا تعريف ديفينيشن واضح للذكاء المجتمعي؟ اكيد لا. اديك مثال، اذا عندنا طفل من البيجة والطفل عايش في مثلا النرويج، طفل البيجا بيلعب سيف ممتاز جدا وعنده مهاره في النط والقفز اوكي والمناوره في القتال بشكل لا يصدق، اوكي ده الذكاء مش كده؟ ده ذكاء. الطفل الموجود في السويد او النرويج بيلعب جولف مثلا بمهاره لا يمكن يتخيلها طفل البيجا، هل يمكن نقول انه والله يا اخي طفل البيجا اذكى من طفل السويد او طفل السويد اذكى من طفل البيجا؟ اكيد لا. وبالتالي المعايير نفسها صعب التحكم فيها، فين والله نحن معايير مختلفه، ايوه وين حدود الذكاء المجتمعي وليه ده اسهل من الثاني وهكذا. فطبعا لانه دائما المجتمع الغربي هو اللي بيضع القوانين واللوائح والتعريفات يعني في يده القلم، وبالتالي للاسف نحن ملزمين نتبع التعريفات بتاعتهم وكده، وفي دائما طبعا في اغلبها بيكون فيها ظلم لبقيه المجتمعات البشريه يعني. يس معليش نحن دخلنا على حنان، مش كده حنان الظاهر المفروض تكون دخلت معنا، حنان المفروض تفتح الميكروفون لكن ما قدرت. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم دكتور حنان بابكر الطاهر، استاذ مشارك في الكيمياء الحيويه، ميديكال بايوكيمستري، كيمياء الحيويه الطبيه والاحياء الجزيئيه. مرحبا حبابك، يديك العافيه. وانا مبسوطه جدا بالمشاركه، وجد حقيقه يعني بيعجز اللسان عن التعبير، لانه موضوع مهم جدا، وكل سؤال يعني تم يعني او طرح في المحاضره دي داير له براه محاضره. نعم حقيقه، لانه حقيقه يعني انا بطلب بانه المفروض يكون يعني دي مسؤوليه جت انه احنا ننور كل المجتمع، خليك من انه الناس اللي هم او طلبتنا او الناس اللي هم خبرتهم شويه اقل، فنحن المفروض ننور المجتمع بكل الحصيلة اللي احنا أخذناها مثلا في الوراثة. فأنا بشوف إنه يعني ربنا يقدركم إنكم أنتم كل مرة تتبنوا موضوع يعني مثلا التنوع والبيئة، لأن أنا بعرف في حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي، يعني في جينات هي أقوى من جينات تانية في بيئة معينة. أكيد. عشان كده نحن ما نقول الأفارغة وهم قويين، لأنه في البيئة بتاعتهم كده، البيئة الهارد دي خلت إنه نحن نقدر نتحمل حاجات كثيرة يمكن غيرنا ما يقدر يتحمل. تاني في حاجة مهمة اللي هي الأنيميا المنجلية والملاريا، وأنا بضيف حاجة جديدة اللي هو تداخله والكلام كتير مع فيروس الكورونا.
فالملاريا والأنيميا المنجلية هي أمراض في الدم. وإحنا لو رجعنا للخلف في أفريقيا يعني ممكن we can trace الأنيميا المنجلية والثلاسيميا في مناطقها نربطها بالهجرات، لأنه حتى الأنيميا المنجلية فيها أنواع، ما هي نوع واحد أو سب تايبس زي ما بقول دكتور هشام. نعم. السب تايبس دي فيها البنين وفيها البانت وفيها، ونحن لما نجي نشوف إحنا في السودان بنلقى إنه يعني في دراسات اتعملت لقوا إنه أكتر عندنا الأنيميا المنجلية من نوع البنين، ودي بتثبت بإنه جات هجرة من 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 غرب الغارة الأفريقية. فنحن بالنسبة لنا يعني جت المهمة كبيرة جدا جدا، والتنوع، التنوع ذاته نحن ما عارفين. أنت بتذكر يا دكتور هشام بأنه في أليلات في صفة معينة في جين معين ممكن يكون فيها 50 أليل، 50 أليل دي تتوزع حول العالم، في أليلات ضعيفة في أليلات قوية، عشان كده في اختلاف في تحمل السموم. يعني مثلا عندنا حتى يعني لو قلنا مثلا سم العقرب أو سم الثعبان، في شخص ممكن يتحمل وفي شخص ممكن يموت في 5 دقائق. فنحن يعني عندنا دور يعني المفروض نلعبه صح في حتة إنه نحن ننور بالأسئلة الكثيرة اللي بتدور حول الناس. وأنا يعني الحتة بتاعت الأنيميا المنجلية والملاريا والكورونا الناس اتكلمت فيها كثير، لكن ما في زول مشى صح. يعني أنا بشوف إنه حتى القروش صرفوها في التفتيش عن اللقاحات، يعني هل معقول إنه أنا أطلع لقاح مثلا في ألمانيا وإنه ينفع مع زول موجود في أفريقيا؟ يعني الكلام ده يعني دكتور شام ممكن تعلق لنا في الحته دي حقيقه طبعا. يس. حاجه اسمها جين بوليمورفيزم صح. فالناس ليه ما مش الصح انه طالما انه منطقه هسه احنا عندنا في السودان ونحمد الله انه ما في اصابات كثيره بالكورونا او الاصابات خفيفه، لو احنا عملنا تريسينج للحته دي ومشينا عديل يعني الناس كان ممكن تصل لعلاج ناجح في الحتات اللي هي محتاجه ليه وفيه. فأنا شايفة إنه العالم جد حقيقة ما ماشي صح في الحتة بتاعت الدراسات الوراثية، لأنه هسه كورونا بيرسم في خرطة وراثية ظاهرة والانتخاب الطبيعي شغال، يعني في ناس بتموت وفي ناس بتكون مخالطة وما بيجيها إيش. فنتمنى إنه يعني الحلقات زي دي يعني تستمر، وكل موضوع يعني مثلا الأنيميا المنجلية والملالة تخصص لها عديل كده محاضرة وحلقة بتاعت نقاش. وأكتفي بكده وكتر خيركم كثير. شكرا لك دكتورة. والله يا أخي طبعا موضوع كتر خيرك دكتورة على التعقيبات الجميلة والتعليقات المفيدة. موضوع الكورونا طبعا موضوع شائك ومعقد، وفي كمية من الأسئلة نحن ما قادرين نجاوب عليها لغاية الآن باعتبار إنه هو جديد علينا، لسه يدوب نحن نتعلم من الفيروس. وأكيد نحن يعني لازم يعني نخذ في اعتبارنا برضو زي ما قالت الدكتورة حنان الموضوع بتاع التنوع الوراثي الإثني في العالم. ليه في مجموعات الكورونا شغالة بتقتل فيهم ولا؟ يعني أنا والله لما نشوف الصور بتجينا دائما في الواتساب بتاعت السودانيين في معمل استاق عايزين يستلموا النتيجة بتاعت الكورونا، دي كارثة. دي إذا كان في دولة تانية كارثة، يعني دي كان حيكون فيها البريك لكورونا غير طبيعي، ما حصل في السودان. السبب ليه؟ السؤال ليه؟ ده طبعا ده موضوع بتاع بحث كبير جدا جدا، لازم we have to consider الاثنيك باك جراوندز، انه هل الاثنيك باك جراوندز والتركيبه الجينيه للمجموعات الاثنيه المختلفه عندها تاثير على مقاومه الكورونا ولا لا، وبنسب كم. يعني حتى في تباين كبير جدا في ريسبونس كميه الامريكا بكل التقنيه بتاعتها والعلم الموجود فيها والامكانياتها، اكبر دوله فيها نسبه اصابات ووفيات بشكل غير طبيعي غير معقول، ودول فقيرة جدا لا الكورونا ما بتنتشر فيها بشكل كبير، مع سوء الإدارة في الدول الفقيرة زي السودان، ما في تباعد اجتماعي، ما في محاذير صحية، ما في أي حاجة، ناس عايشة حياتها طبيعي جدا جدا، وما في انتشار للكورونا بالشكل اللي احنا متوقعينه. وبالتالي أكيد نحن محتاجين دراسات كبيرة جدا في موضوع الربط ما بين الاثنيك باك جراوندز والوراثة مع الإصابة بالفيروسات الجديدة دي. يعني دكتور هشام بس دايرة أعلق معلش على الموضوع بتاع أنه مثلا ليه ممكن تكون الكورونا أثرت في البلاد الغربية أو بلاد العالم الأول إذا قلنا ونحن بلاد العالم الثالث، فممكن برضه نحن نقول لأنه
نحن كدول العالم السايس وبين هيد كثير من الفيروس. يعني الجهاز المناعي بتاعنا أخذ مناعة من الفيروس، فدي ممكن تكون أنه الجهاز المناعي لما جاء فيروس هو زيه زي الفيروسات الثانية. يعني إحنا جاتنا حاجات كثيرة شديد، فبقى الجهاز المناعي للأفريكان أو الناس اللي عايشين في أفريقيا ممكن نقول صلب أو قوي من أي حاجة تانية داخل عليه هو، من مثلاً في أمريكا أو في أوروبا عايشين حياة نظيفة، الفيروسات بسيطة، الأمراض بسيطة، الجهاز المناعي ضعيف عندهم. فممكن برضو يكون ده، بس زي ما قلنا الدراسات محتاجين لدراسات كثيرة جدا في الموضوع. محتاجين كثير طبعا، ممكن كلها يعني كلها نعتبرها كهايبوثيسيس، دي كلها افتراضات إن الله يا أخي يكون في افتراضات زي ما أنت قلتي، بعد كده نبني عليها يعني، لكن محتاجين لدراسات حقيقية عشان تجاوبين على الأسئلة دي. فكتر خير دكتورة حنان، يعني طرقت لمواضيع مهمة خالص يعني جديرة بالنقاش. عايزة أعقب بس سريع على دكتور حنان، طبعا زي ما قال هشام طرحت نقطة مهمة شديد وممكن نقطة حساسة ونقطة حتلفتنا أكثر لأهمية الوراثة البشرية، وأهمية إنه إحنا نركز مع الموضوع ده كثير ونفكر في القادم، يعني إنه نركز أكثر على دراسة الإميون جينز، الجينات اللي عندها علاقة بالمناعة، المناعة سواء كانت المناعة الانيت اميونيتي اللي هي المناعة داخل الجسم او المناعة المكتسبة، مكتسبة بسبب التعرض للفيروسات او للبكتيريا او لغيره. فمن هنا اعتقد انه الناس تبدا تفكر في انه مش نحن بس، يعني عموما المجال الوراثة البشرية وفي كل العالم، انه والله يفكروا في الخارطة بتاعت الجينوم البشري القادمة، استقباله للجينات زي بتاعت استقباله للفيروسات زي الكورونا فيروس. لازم يكون عندنا بلان لانه نفكر في الممكن يجي تاني غير الكورونا. إذا الكورونا أصلاً قدروا يعملوا لها يعني استقصاء أو قدروا يعني يوقفوها من الانتشار وكذا، تكون دي الخطوة الجاية إنه هل الجينوم بتاعنا مهيئ لأنه يستقبل فيروسات من غير ما تأثر على الإنسان وتؤدي للوفاة طوالي، أو من غير ما تأثر عليه بسايد إيفكتس كبيرة جداً. فيعني صراحة الموضوع كبير والموضوع شائك، وزي ما قلت محتاج دراسة متوسعة، يعني فرضيات عايزة إجابات. طبعا واحده من الاحلام بتاعتنا انه يكون في سودانيز جينوم بروجكت، مشروع الجينوم السوداني، يعني نعمل دراسه لكل المجموعات الموجوده في السودان الكلسنيه، نعمل لها دراسه وراثيه اوكي لكل الجينوم بتاعها، لكل الجينوم بتاعها اوكي، عشان نقدر نفهم تفاصيل الجينوم لكل مجموعه إثنية موجودة في السودان أوكي، ونربط الكلام ده مع بعضه زي ما موجود المشاريع دي موجودة حاليا طبعا في أوروبا، موجودة في الخليج، موجودة في دول كثيرة جدا حول العالم. يعني عندنا مشروع الجينوم البحريني، مشروع الجينوم القطري، مشروع الجينوم السعودي، مشروع الجينوم الإماراتي، مشروع الجينوم العماني، وهكذا. نعم، فنحن محتاجين حقيقة في السودان، لأنه نحن عندنا كمية من الأسئلة ما قادرين نجاوب عليها مرتبطة بالأمراض إذا كانت مورسة أو غير مورسة. محتاجين نحن نبدأ فعلياً، تكون واحدة من أولويات أي حكومة قادمة إنها تبدأ بشكل جادي في موضوع السودانيز جينوم بروجكت، مشروع الجينوم السوداني، دي واحدة من الأولويات المهمة خالص خالص. أتمنى إن ترى النور قريب يعني. إن شاء الله. والله شكرا يا دكتور، السؤال ده أنت عجبت قبلي، ما سألك مصعب سأل نفس السؤال اللي بتقول، يقول هل في نقاط التلاقي في التركيب الجيني لكل السودانيين؟ فتقريبا مشروع الجينوم السوداني اللي بيجاوب على السؤال ده. وطبعا السؤال كله الظهور ما حد في الفيسبوك بتقول لكل فرد مثلا نسبه كذا جينات افريقيه، كذا جينات اسيويه، كذا جينات اوروبيه. تقريبا بتسال عن الهيريتج تيست صح؟ اسمه الانسيستري تيست اللي هو اختبار النسب. طبعا موجود هو كوميرشال تيست، هو فحص وراثي تجاري بشكل تجاري، في شركات تجاريه شغاله في الموضوع ده، عندها داتابيز ضخمه جدا بتقارن المجموعات الاثنين مع بعض وبعد كده تطلع لك النتيجه بتاعتك. يعني اشهر طبعا، كل ما كانت الشركه عندها داتابيز ضخمه كل ما كانت النتيجه صحيحه يعني اكبر، ايوه اكثر دقه. فهم بيعطوك نسب طبعا، اذا ارسلت لهم هم بيرسلوا لك ال اللي هو الكيت اللي هي الاداه اللي انت بتجمع بيها العينه بتاعتك،
على يعني غالبا تكون اللعاب، تجمع اللعاب بتاعك وبترجعه تاني في الكيت وبترسله لهم، هم بيعملوا تحليل وراثي للعينه بتاعتك وبوروك بعد ما يقارنوا التحليل بتاعك ببقيه المجموعات الإثنية في العالم، إذا كانوا أفارقة ومنطقة في أفريقيا، يهود، عرب، جزيرة العربية، الصينيين، أوروبيين، وهكذا بيشوفوا نسبة انتمائك للمجموعات دي بنسبة كم. يعني أنت ممكن تنتمي لشرق أفريقيا بنسبة 60% وبنسبة 10% يهودي، بنسبة 5% من أوروبا مثلا و5% من الصين وهكذا. وبالتالي أنت زي ما أنا قلت قبل، في آلاف البشر ساهموا في الجينوم بتاعك الموجود حاليا، بالتالي هم جو من مختلف بقاع العالم لكن بنسب مختلفة، وبالتالي جذورك بشكل أكبر هي في شرق أفريقيا. إذا قلنا إنه هو النسبة بتاعت إنه والله هو بينتمي لشرق أفريقيا بنسبة 60% وهكذا. يعني مثلا ناخذ مثال، اذا في مجموعه اسمها المجراب موجوده، هي جزء من الحلفاويين طبعا، اعتقد انهم جو من المجر، جو من هنغاريا، من المجر، جو كتجار وهكذا، وحتى الوانهم فاتحه. فبالتالي دل اذا واحد منهم عمل الفحص بيلقى انه النسب، اذا عمل الانسيستري تيست اللي هو فحص النسب، بيلقى انه نسبه انتمائه الاوروبي أكثر من انتمائه الأفريقي، لأنه هو جذوره مش أفريقيا، جذوره أوروبا وهكذا. الناس طبعاً بتتقبل النتيجة دي أحياناً برضا وأحياناً برفض، إنه والله يا أخي أنا ما عايز جذوري تكون 20% يهودي، لكن this is true، إنه والله يا أخي اليهود هم أبناء عم المجموعات الموجودة في الشرق في الميدل إيست. وعلى فكرة الهيبرو اللي هي اللغة الإسرائيلية أو الهيبرو هي بتعمل عربية، يعني تقع في نفس المجموعة. بالتالي لا فكاك، يعني التداعيات السياسية أو التاريخية ما عندها علاقة بالوراثة. الوراثة هي telling the truth، إنه الجينات لا تكذب، الوراثة السياسة تكذب، التاريخ يكذب، لكن الجينات لا تكذب، وبالتالي نعتمد عليها بشكل علمي. إذا في إضافة من رهيبة أو معلش سريع كده، بس عايز أقول إنه زي ما حكيت إنه الداتابيز الموجودة للشركات التجارية دي ما دايما بتمثل الأنسيستري حقتي، لأنه الإثنيات الموجودة في الداتابيز حقة الشركات دي قد تكون يعني فيها مثلاً آلاف الجينومز لمجموعات مثلا موجودة في أوروبا، وعدد أو نسبة بسيطة جدا لمجموعات موجودة في إفريقيا، ما بتمثل الأنسيستري حقتي. مثلا ممكن يكون في كم مجموعة من شرق إفريقيا، مجموعتين من غرب إفريقيا، وقد تكون الأنسيستري حقتي مثلا موصلي من ويست أفريقيا، من غرب إفريقيا. فلما هم يدوني النتيجة، ده ما معناه إنه النتيجة دي أنا أقوم أصدقها 100%. لازم أفكر في إنه الداتابيز دي فيها بايز، غادي يكون لمجموعات محددة أو كده. فالناس تكون كيرفول شديد في الحته اللي تخليها، ويعني تفكر كثير لما النتيجه تجي، مش في انه خلاص انا 50% يهودي خلاص معناته انا يهوديه، او معناته انا مثلا 50% غرب افريقيا خلاص معناه لا. ده بيخضع كثير لبايز موجود داخل الداتابيزز دي. فالنقطه دي حساسه جدا، وانا تخليه في فتره من الفترات السودانيين لجؤوا كثير لانهم يعملوا التستات دي ويحصلوا على النتائج، وكانوا تخليه كانوا في بعض الناس كده، يعني شفت الانفعال بتاعهم من النتائج اللي جوها، كمية الانفعال كانت يعني ذات غريبة شديد، مصدقين إنه هم مثلا 30% يهود أو 50% من شمال أفريقيا أو كده. طبعا ده بينفي الأفريكانية في الجينوم بتاعهم وكده. فأنا تفاجأت لأنه الناس ما فهم الحتة بتاعت إنه الداتابيز دي ما يعني representative للأنسيستري الحقيقية حقتنا. فما لم الداتابيز دي تغطي كل الإثنيات الموجودة في كل العالم، بسبب اللي هي يعني كان لها دور في الهجرات العكسية وكده، ما حتكون في ancestry test اعتقد 100% reliable، يعني مقنع او حقيقي. فده نقطه مهمه شديد حق الناس تفكر فيها وتراجعها دائما يعني لما تعمل التست. اوكي شكرا. السيد وفي معنا. شكرا دكتور رهيبه. سؤال معكم معنا في الجلسه، الميكروفون مفتوح. اولا السلام عليكم.
السلام عليكم كل الدكاترة والسيد وافي والدكتورات. أنا نهلة عبد الله من وزارة التجارة وعضو في صفحة الباحثين. صراحة أنا برنامجكم الليلة يعني برنامج جميل جدا وجاذب خالص، وصراحة أنا يعني حاسداكم لأنكم أنتم يعني مستمتعين بالعلم ده وبأنكم متداولين في الشغل فيه. فيعني الحاجة اللي وصلتني أنكم أنتم عارفين أسرار يعني الشخص العادي ما عارفة. الحاجة اللي خلتني أشترك برضو أشارك في جملة ذكرها دكتور هاشم أو هشام، إنه إحنا كإنسان شرق أفريقيا إنه كنا موجودين قبل 150 سنة، فذكر فيها تفاصيل في وجودنا أو تاريخ وجودنا. يعني الحاجة دي أنا ذكرتني الجملة بتاعت إنه يعني المشكلة الحاصلة هسي بتاعت الهوية السودانية دي، إنه بيقول لك إنه السودان ده لحم راسي، إنه الواحد لما خلاص ما يعرف إنه إحنا من وين، والجدال بتاع إنه كل واحد يقول لك إحنا قبيلة عربية جات ما عارفة من المغرب وبقت جات جنب النيل وسكنت هناك وتزاوجت، والناس تختلف، فبيجي بيقول لك يا أخي السودان لحم راس. والصراعات القبلية اللي حصلت هسي دي ومنها العنصرية والتمييز الحاصل ده، يعني الحاصل حاليا بالذات مع مشاكل الثورة دي بقت في تنصل من الشخص السوداني بأنه في الهوية السودانية. أنا أتمنى يعني إنه الدكتور هاشم لو شرح من خلال المنصة بتاعت الباحثين، لأنها سبقت منصة يعني واسعة جدا، ودي مبادرة جدا جميلة يعني في إنه يفتحوا مواضيع زي دي، إنك تشرح الهوية دي بالتفصيل. الهوية يعني إنه إنسان شرقي أفريقيا ده جا كيف، ولو في طريقة تشرح إنه السودان ده كيف. الحاجة دي أنا أفتكر إنها بتحل مشكلة العنصرية الهسي إحنا يعني كل الناس بتساهم في إنه بتحاول تحلها، لأنها بقت مشكلة كبيرة جدا مسيطرة على المجتمع السوداني. فالحاجة دي ممكن تعزز يعني صيغتنا إحنا كسودانيين، إنه إحنا جينا من وين، وإنه إحنا عبارة عن شنو بالضبط، وإنه إحنا نتمسك بإنه إحنا دي تكويننا كده اللي إحنا يعني هنعرفه منكم، وإنه إحنا كده سودانيين. لأنه هسه بقى في تنصل، بقت في مشكلة كبيرة بين إنه يعني إحنا فارغة أو إحنا عرب. وتقريبا هسه بعد المشاكل السياسية من الدول العربية الحاصلة، السودانيين كلهم بيجوا يميلوا يقول لك إحنا ما عرب، إحنا أفارقة. وتحت تحت لما تجي المشاكل بتاعت الزواج والحاجات التحت تحت في النص دي، بيجي بيقول لك إحنا عرب. لما تطلع برا في المؤتمرات البرا أو تقابل الناس برا في خارج السودان، انت بتحس السودانيين دول دايما بيميلوا لان هم يكونوا تبع العرب او الدول العربيه، وبيزعل جدا لما تقول له انت افريقي او انت كده، في حين انه الشخص تز بانه افريقي وبلونه بلون بشرته بشكله تفاصيله. فانا اتمنى انه انتوا تفردوا محاضره كبيره جدا تكون بس عن الشرح بتاع انه احنا جينا من وين وجينا كيف. وانت تقريبا جاوبت على الحاجه دي في انك انتوا عندكم المشروع بتاع دراسه الجين السوداني. نعم ان شاء الله المشروع ده يبدا كويس ويكتمل، يعني ما يبقى زي المشاريع اللي احنا بنسمع بيها وما تتواصل. يعني بالنسبه الدراسه بتاعت عموما بتاعت الوراثه والجين دي، صراحه احنا ما قاعد نسمع بيها كتير. او انا يعني انا عني يعني انا يعني في الفيسبوك بكون طوال يعني، والمنصات كده الكتب البحوث فالحياة دي برضو ركزوا عليها في المحاضرات كتيرة، بحيث انه تجذبوا اكبر كمية من الشباب يقدروا على الاقل يغيروا تفكيرهم من انه انا اكون مهندس او انا اكون دكتور بس او انا اكون. يعني المجالات دي مهمة جدا، ومنها التوعية بتبدأ بالجذب بتاع الشباب ديل. فالإصلاح دايما بيبدأ خطوة، فكل ما يكون في كمية بيجوا يعرفوا الحاجة دي بيدرسوها، بالتالي كل ما يمارسوها بعدد أفضل بعدد كبير بيكون التوعية بتبدأ بكده. يعني في نقطة برضو أنا شايفة، يعني عدد من المشاركين وإنتوا برضو الكوزموتكس اللي بيستعملوها البنات،
أنا أعتقد إنه المشكلة بتاعت الاستعمال بتاع الكريمات يضي إنه البيت عاوزة تبقى بيضة، هي دي بقى أنا يعني ما عارفة غايته، هي أنتوا ربطوها ولا أنا فهمت غلط؟ لكن الحاجة دي أنا أتخيلها هو يعني بيجي ثقافة، هو فهم بس أو سوء فهم بين الناس حاصل، لأنه المشكلة دي مشترك فيها الرجل برضو. الرجل عنده مقاييس الجمال الخاتية لاختيار المرأة إنه هي لازم تكون بيضة، فبالتالي البت عموما بقت إنه هي لازم عشان تعزز صيغتها بنفسها إنه هي عاوزة تكون بيضة عشان تكون في حضور تام بإنها هي قادرة أو واثقة من نفسها إنها هتقدر تجذب الرجل ده بالمقاييس اللي هو عاوزها أو العريس يعني بالواضح كده يعني. فالحاجة دي بجد يعني حتى من زمان بيقول لك انه والله الراجل بيجي بيقول لك لما يجي يطلب المرأة يقول لك والله انا عاوزة بيضاء وشعرها طويل وناعم وطويل. الحاجة دي بقت زي فهم كده ثابت عند كل الناس، فحتى لو في واحدة بنت خضراء او سمراء يعني عاجبة لونها بتلقى نفسها هي زي يعني معزولة من الناس، او هي ما محط جذب او ما محط يعني في القاعدة بتاعت التقييم بتاعت الجمال أو مقاييس الجمال، فبتضطر إنها هي تبقى زي البنات دي عشان تكون في جو المنافسة. فالحاجة دي برضو أنا أتخيل هي مسألة بتاعت مشكلة بتاعت سوء فهم وتفكير وفي ثقافة، وبقت يعني بقت ترند ثابت يعني. فدي برضو لو اتعرضتوا ليها يعني حيث إنه الناس تفهم يعني أو تحس بالصيغة بإنه لونه ده هو ده حاجة مميزة، وإنه مستواه لازم يكون بالبياض وبالشعر الناعم، وإنه الواحد يكون حاسس بأنه هو جميل بشعره الناشف وبلونه الأسمر وكده يعني. وهو فعلا بيوري إنه دي حاجة جديدة، لأنه من زمان يعني أمهاتنا وحبوباتنا يعني كانوا بيستعملوا الحياة الطبيعية يعني المواد الطبيعية بتاعت التجميل، وكانت ألوانهم جميلة جدا وكانوا جميلات خالص يعني. حتى الصور القديمة هسه لما تجيب فما كان في المستحضرات بتاعت التبييض دي. لكن ده هسه بقى فهم ومسألة هو مشترك فيها يعني. فأنا بشيد شكرا بالمحاضرة شكرا بتاعتكم بكل جزيلا. الكلام اللي قلته. شكرا يا انا أستاذة اسف هلا. للمقاطعه الهاله، لكن أنا بس هذه كنت اسئله جميله بس جدا. أنا عاوزة كنت عاوزة بس بتكسب أرجع الفرق. ايوه للنكتة الأولى اللي أنت كنت ذكرتيها، حتة العنصرية مثلا في السودان أو حتى في العالم يعني. فهو جزء كبير من موضوع ايوه العنصرية بيرجع للإعلام أكثر من التكوين بتاعنا الجيني أو تكويننا يعني تكويننا في السودان. فإن شاء الله طبعا بمتابعتك للصفحة إن شاء الله يعني هننزل تفاصيل كثير على الموضوع. لكن انا عاوزه متخيليه كان الدكتوره هبه اتكلمت قبل على موضوع انه الاعلام له جزء كبير في المواضيع دي. العنصريه في السودان احنا تقريبا لما قمنا ما يعني نحن ما كنا ما في زول بيشوف انه مثلا انا والله جنسي احسن من جنسيه حته تانية في السودان او في العالم، لكن دي حاجه كلها الاعلام هو خدتها فينا، هو خدتها في عقول الناس. فده يعني ما داخل في التكوين انا اتخيله الجيني اكثر من ما انه هو الاعلام. وبرضه نجي الثاني نتكلم انه الاعلام هو الخط حته المنطقه الجماليه، انه بنشوف كل الاعلام البنات بيوت شعورهم طويله، فبرضه البنات بيبقوا ماشيين للاتجاه ده. برضه اذا جينا تكلمنا على الراجل والله هو بيكون شايف انه المراه البيضاء وشعرها طويل دي اجمل من السمراء، برضه هو الاعلام اللي اداه الحاجه دي. فانا بشوف انه في السودان بالذات الناس يعني ماشية مع الإعلام شديد، أو حتى إضمينه وحتى عيونه في الإعلام وماشية وراه يعني. فالناس لازم تخيلي تكون واعية أكثر للحتة دي. تفضل يا دكتور هشام، معلش قطعتك، تفضل. That's fine. Okay. شكرا جزيلا استاذه نهله. طبعا هي برضه طرقت لمواضيع كثيره جدا، احنا يعني مرينا على اغلبها، لكن بالنسبه للموضوع بتاع الهويه السودانيه، طبعا عندنا مشكله، عندنا هول موضوع الهويه السودانيه وتعريفه وتحديده وكده، واخذت يعني وقت طويل في النقاش، ما وصلنا لحاجه انه نحن كيف نحدد هويتنا السودانويه، انه نحن كسودانيين نحن منو بالضبط يعني. ف الهوية بالنسبة لي أنا هي شيء متطور، زي ما قلت قبل، متطور وينمو، ماشي ثابت
ان احنا خلاص نقفل الباب يعني حنعرف ونقفل الباب، لا الموضوع ده كل مره حيتغير. يعني المجتمع السوداني نفسه او الحدود السودانيه الشعب السوداني ده مفروض يكون في تطور مستمر في انه هو والله يا اخي بيحدد السودانويه بتاعته بشكل مختلف كل مره مع تطور الاحداث في العالم. اوكي، وبالتالي نحن ما عايزين نصل لمرحله انه والله نحن كنا المفروض كان كلنا نكون متشابهين وشكلنا واحد ولوننا واحد وثقافتنا واحده وثقافتنا ولغتنا واحده ومنه احسن من منه، دي ما حنصل لها اكيد طبعا. وممكن نضرب مثال في الموضوع ده، يعني الصوماليين مثلا، يعني ده ما ضمان انه والله يا اخي نحن لما نكون ما متنوعين او متجانسين للغايه ده حيضمن لنا نحن حنكون حنعيش في سلام مثلا. اوكي، الصوماليين اي زول في العالم بيمشي في مطار بتشوف صومالي بتعرف انه ده صومالي من شكله بس. اوكي، متجانسين جدا شكليا لكن اكثر ناس بيتحاربوا مع بعض، وبالتالي التجانس الشكلي او الثقافي ما ضروره هو ضمان للسلام المجتمعي او تحديد الهويه اوكي او الحفاظ عليها. وبالتالي احنا عشان كده لازم نطلع من الصندوق ده، نفكر بطريقه مختلفه انه والله احنا السودانيين بالتنوع بتاعنا ده بغض النظر ان احنا والله يا اخي منو احسن من منو. طبعا اي مجموعه اثنيه تفتكر انه هي احسن من الثانيه، لكن احنا التصنيف ده نفسه ما عايزينه. يعني ما في امتياز لمجموعه اثنيه على مجموعه اثنيه ثانيه لمجرد انها هي بتدعي انها هي مثلا عربيه مثلا. هل العروبه امتياز؟ ده السؤال. هل العروبه امتياز؟ يعني هل المجرم اليمني افضل من فرانسيس دينك لمجرد انه هو يمني عربي؟ بس ده المعيار كده لمجرد انه هو مجرم وقاتل وبتاع مخدرات وكله مسجون عمره كله في السجن وفي الجرائم. اوكي، بس لانه هو عربي يمني هو افضل اجتماعيا مجتمعيا من فرانسيس دينج مثلا او من اي شخص ثاني افريقي؟ اكيد لا طبعا. فالقيمه هي قيمه الشخص وقيمه المجتمع وانتاجه وثقافته وتسامحه، وليس القيمه قيمه النسب ولا جيناتك. فنحن لازم يعني نشتغل في الاطار ده انه نحن نوعي الناس بمفهوم الهويه نفسه، انه الهويه ما حاجه ثابته يا جماعه، ما حاجه ثابته نحن حنعرفها وخلاص تكون في الاضابير، لا، الهويه دي كائن حي يتنفس ويتطور وينمو ويكبر وهكذا. وبالتالي ما احنا نجد تعريف للهويه السودانيه اذا نحن عايزين احنا نبحث عنه. نحن سودانيين فقط، خلاص. شكرا. كلام جميل دكتور هشام، لخصت كل شيء. ان شاء الله الناس اللي بتاجروا او المخدم موضوع الهويه كديبيت سياسي ينظروا لهم من النظره دي. نحن تقريبا شرفنا على الختام، وجد تكلمت عن حاجات كثيره جدا ومهمه، ان شاء الله هيكون استفدنا. الشباب اللي ما قدروا يتواصلوا معنا ان شاء الله يخلوا الكومنتس بتاعهم في اللايف في الفيسبوك. الحلقه دي هتكون مسجله في اليوتيوب برضه، قناه الباحثين السودانيين، ممكن تطلعوا عليها في اي زمن. وزي ما قالوا دكتور هشام ودكتور هبه ودكتور هبه، كلكم متواصلين على صفحتهم H3 Genetic عشان تواجهوا المقالات الفيديوهات والمشاريع اللي هيعملوها في الايام الجايه. كلمه اخيره، باقي لنا 3 دقائق لكل واحد منهم. والله يا اخي شكرا لك كثير يا وفي وعلى الاداره الممتازه للحوار وهدوءك. طبعا عجبني جدا هدوءك وتحتك الفرصه للناس بكل لباقه وذكاء، وكثر خيركم. وشكرا جزيلا لمجموعه الباحثين السودانيين اللي هي بيتنا الثاني، نحتفظ انه ده المتنفس بتاعنا، كل ما الواحد يلقى له حاجه كده بحاول انه هو يشاركها مع باقي الناس يعني. واكيد بشكر دكتوره هبه بابكر ودكتوره هبه عمر على المجهود الرائع والتقديم الممتاز، وكثر خيركم. يعني ان شاء الله يكون في حلقات ثانيه تفصيليه اكثر لمواضيع يعني متنوعه او متخصصه اكثر. شكرا جزيلا. شكرا لك يا استاذ وافي كثير، وشكرا لمجموعه الباحثين في تقديمنا، و H3 Genetics مفتوحه لكم، وان شاء الله تلقوا معلومات كثيره على علم الوراثه. وانا في حاجه في
بداية يمكن نسيت أقدمها أنه H3 هي أسماءنا نحن الثلاثة، هشام، هبة وهبة، هي اختصار لها. نسيت أقولها معلش في المقدمة. وبشكر دكتور هشام كثير، بشكر دكتورة هبة بابكر، وشكرا لكم كلكم ولكل الحاضرين معنا. شكرا لك أستاذ وفي، وحقيقي عبرك بشكر مجموعة الباحثين السودانيين، لأنه صراحة يعني هي منصة تخلي حتدينا فرصة أكبر في أنه إحنا نكبر ونتوسع. في الأخير بس حابة أوجه رسالة واحدة لكل اللي بيشاهدونا الآن والحيشاهدونا فيما بعد، أنه ياريت يا جماعة نتقبل التنوع اللي إحنا فيه، يعني ببساطة كده بس تقبلوا التنوع اللي إحنا فيه، حياتنا حتمشي إن شاء الله في سلام مجتمعي، وفي أمورنا حتكون واضحة، إن شاء الله السودان حيكون يعني حيكون أكثر أمناً وسلاماً، أمن داخلي غير الأمن اللي بوفره لنا الشرطة والجيش وغيره، الأمن المجتمعي ذاته بين الناس يعني. ودي حاجة مهمة شديد نهلة ذكرتها قبل شوية، في إنه نحن عايزين يكون في توافق كده ما بين الناس، وننسى العنصرية وكل التفاصيل اللي ما بتشبهنا يعني. فشكراً تاني، وخليكم يعني خلوا عينكم على H3 Genetics. شكرا لكم جزيلا مجموعة فري جيناتكس، دكتور هشام، دكتور هبة ودكتور هبة، والله بجد يعني أمسية رائعة كانت معاكم، وشكرا لوقتكم ولكل الشباب اللي كانوا معانا بمداخلاتهم، ونشوفكم في لقاءات تانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.